باهي يلي زي هاي ري بيان. دونك نبدا الحصه نتاعنا الاولاد. دونك سيونس اليوم مش تكون فيها ستاتستيك ان شاء الله يكفينا الوقت، دونك ونبدا نعملوا بعد حتى اكزرسيس ولا دوز اكزرسيس نتاع بروبابيليتي. جوست انتم ركزوا لنا مع السابيتر هذايا، دونك باش ناخذوا معناها باش ياخذ وقته مش اكثر من وقته، تفهمنا ولا باهي؟ دونك بطبيعه الحال نحاولوا نعملوا رابيل نتاع كور بطبيعه الحال هكا ولا عندكم اشكال في الكوره؟ نعاودوا ننظموا كورنا بالباهي بالباهي. ليش نشوف نبريك كورس ايه نورمالمون سي باي نورمالمون سي ميثود ماير سافا ولا ايه؟ اي وي سافا مي عندنا قدش عندنا ميثود باش نجموا نخدموا في الستاتيستيك. عندنا دو ميثود اللي هما الميثود دو ماير والميثود نتاع الموندر كاري، فاهمينا؟ باهي تري بيان. باهي جوست رابيل صغير على لي ميثود هذوما، مش ناخذوا الاولاد تابلو هذايا نتاعنا، هذايا عندنا تابلو. التابلو هذا مش نفهمكم به شنو هو البيوت من ستاتيستيك وعلاش نقروا في ستاتيستيك وعلاش وشنو هو حاجتنا بالضبط، فهمنا؟ بيان. باهي مش نوريكم ديما في التابلو ستاتيستيك، ديما باش نحاولوا نخدموا بدو فاريابل اللي هما شكونهم؟ اللي هما اكس ويجريك، لهنا سميناهم سي وشنو هو سي وتي. باش نوريكم حاجه، دونك البيوت ديما نتاع ستاتيستيك سي انه نتحصلوا على رولاسيون اللي هي رولاسيون في الاخر رولاسيون تسمى رولاسيون دو لاجوستمون افين، والا تسمى دروات ليكواسيون دو لا دروات دو ريغريسيون. ديما ليكواسيون نتاع الدروات عندنا بالنسبه لنا احنا هي ا اكس يجريك ايجال ا اكس بلس بي. دونك البيوت نتاعنا في الاخر الاولاد باش نجموا نطلعوا الا وشكون والبي. معنى الهدف من ستاتيستيك ديما نعملوا فيه ديما هو انه نتحصلوا على الرولاسيون الموجوده بين الجريك بين الجريك والاكس. الرولاسيون هذه تتسمى رولاسيون دو لاجوستمون، تسمى اجوستمون افين دو اكس اون يجريك هكا ولا، وزاد تسمى ليكواسيون دون دروات دو ريغريسيون. دونك عندها زوز اسامي، دروات دو لاجستمون افين هكا ولا ليكواسيون اي غريك اكس بلس بي، والا تسمى دروات دو ريغريسيون. ديما في اي سيري ستاتيستيك عن اكس غريك والهدف ديما انه نتحصلوا على شنو الريلاسيون هذيا. الهدف انه تو سامبلومون نطلعوا الا وشكون والبي. ديما في اي بلاد تعمل ستاتيستيك الهدف من الستاتيستيك اللي نعملوه انه نولوا نجموا نتوقعوا ان سيرتان مومون شنو باش ينجم يصير بالضبط. معناها كي نبدلوا مثلا لهنا عندنا دو فاريابل، عندنا اكس يجريك، كي نبدلوا الاكس معناها ان سيرتان مومون كيفاش نجموا نتحصلوا على الايجريك هذايا. معناها الهدف ديما من الستاتيستيك هو انه نتوقعوا شنو هو اللي باش يصير من بعد، فاهمين؟ باهي ديما في الستاتيستيك مال البيوت نتاعنا نتحصلوا على الدروات هذيا دروات دو ريغريسيون، نتحصلوا على الا وشكون والبي. عندنا دو ميثود، الميثود الاولانيه اسمها الميثود شنو؟ ميثود دو ماير هكا ولا. عندنا دو ميثود، الميثود الاولى اللي هي الميثود دو ماير. الميثود دو ماير اش تمكنك بالضبط؟ تمكنك من شنو؟ من انك تطلع الا والبي، واضح؟ دونك كيفاش نعملوا بالضبط؟ هاي ماير شنو يقول لك بالضبط؟ ماير ماير يقول لك التابلو مثلا فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 اي 9، نجموا نقسموا التابلو نتاعنا، نجموا نقسموا التابلو نتاعنا هكا ولا، قسموه على بار اكزومبل 5 فالور، ومن بعد ناخذوا قداش؟ ناخذوا 4 فالور، واضح ولا؟ دونك هذوما 5 وهذوما 4، باش نقسموا التابلو نتاعنا لدو بارتي. البارتي الاولى باش نطلعوا لها سكون ابل جي 1. جي 1 شنو هي جي 1؟ جي 1 هي البوان مويان نتاع البارتي الاولى. دونك كيفاش نتحصلوا عليها البوان مويان؟ شنو نعملوا بالضبط؟ نعملوا 24 اي بلوس 72 اي بلوس 104 بلوس 120 بلوس 128، على قداش من كعبه؟ على خمسة على خمسة. تري بيان، دونك هذه هي البوان مويان نتاع البارتي الأولى. باهي من بعد طلعنا الإكس بار نتاع البارتي الأولى، هاي نطلعوا الإكريك بار نتاع البارتي الأولى، شنو أنا عامله بالضبط؟ نفس 70 161 هكا ولا؟ إي بلوس 242 بلوس 294 إي بلوس 323، ونقسموها كالعادة على قداش؟ على 5. واضحة الفكرة الأولاد ولا؟ دونك شنو عملنا بالضبط؟ معناها عملنا البوان مويان تاع البارتي الاولى. شنو مش نعمل تو؟ مش نعمل سكون ابل البوان مويان تاع البارتي الثانيه. شكون هي البارتي الثانيه؟ اي قداش فيها من كعبه الساعه؟ نعم تفضلي. نشوف في البارتي الثانية عملنا كاتر كذا كها ونقسمه على خمسة كيف كيف لا 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 تري بيان، دونك لهنا على خاطر التابلو فيه نوف فالور هكا ولا، دونك لهنا باش نقسموا المره الاولى باش نقسموا على خمسه وبعد باش نقسموا سور كات. دونك فما شكون راه الاولاد ياخذ الاولانيه كات والاخرى 5، فهمتوني ولا؟ دونك اذا كان فما مشكل من كيما هكايا تنوريكم من بعد شنو اللي نجم يصير في اكزرسيس نتاع باك بالطبيعه، فهمنا؟ باهي نحن اخترنا 5 فالور وبعد 4 فالور، بوان مويان تاع البارتي الثانيه، شكون هي البارتي الثانيه؟ 144 اي بلوس شنو؟ بلوس
160 176 هكا ولا و184 هذوما باش نقسمهم على شنو سور قداش من فالور هما أربعة سور 4 فالور هكا ولا سور 4 فالور اي ومن بعد نجموهم كالعادة لي زيغريغ اللي هما تري بيان اثنين هكا وعشرين ولا فوالا تري بيان علاش 300 انا 323 نحن ولا تبع الطابلو البارتي الثانية 323 بارتي الأولى ولا البارتي الثانية بارتي الأولى تري بيان نحن في البارتي الثانية باش نبداو 395 هكا ولا اي من بعد 635 سبعمية وثمانين تري بيان ما سالش من الأول نروحكم بالعربي خاطر فما ساعات يكون يبدا يتفلسف بالفرنسي يحط فالور غلط فهمنا دونك اليزي سور كات دونك شنو طلعنا الاولاد طلعنا جي 1 وطلعنا شكون جي دو وطلعنا جي 2 اي من بعد شنو نطلع ليكواسيون تاع دروا دو ريغريسيون مش هي ايغريك ايكال ا اكس بلس بي هاي الا كيفاش نطلعوها الا الا هي البونت نتاع دروات كيفاش نعملوا البونت نتاع دروات نعملوا ايغريك جي 2 موان ايغريك جي 1 سور اكس جي 2 موان اكس جي 1 عباره عملنا شنو الاولاد اي عبارة عملنا شنو بالضبط؟ عبارة عملنا البونت نتاع الدروات جي 1 جي 2 معناها ناخذوا البارتي الأولى نطلعوا لها البوان مويان جي 1 اكس بار ايكغيك بار وناخذوا البارتي الثانية شنو نعملوا لها كالعادة اكس بار ايكغيك بار ومن بعد نطلعوا الأ ونطلعوا البي الأ هي شنو الأ؟ الأ هي البونت نتاع الدروات جي 1 جي 2 وشكون يطلع لنا البي ترى شكون يطلع لنا البي كيفاش نطلعوا هاي؟ البي شنو هي البي؟ هي ايكغيك جي 1 نجم نختار أي بوان يا جي 1 يا شنو؟ يا جي دو هاي البي ريتو البي ولا يا مش طلعوها هنا البي شوفوها البي ريتو البي ولا البي كيفاش نطلعوها البي شنو نعملوا بالضبط ايكغريك جي ان موان شنو موان ا بيشكو في الاكس نتاع جي ان تري بيان يا نختار جي ان يا نختار جي دو خاطر نجم نعمل شنو نجم نختار ايكغريك جي دو موان ا في الاكس جي دو وهكاك نطلعوا الا وشكون نطلعوا الا والبي ولا تشي فما رولاسيون بين الا والبي بين الاكس والايكغريك هاك الريلاسيون اللي عندي بين الكريك والاكس نجم نختار معناها ان سيرتان مومون نجم نبدل الاكس باي فالور دونك ونتحصلوا على الفالور دو ايكغيك معناها راهو ديما نحن بالنسبه لنا الهدف من ستاتستيك هو انه نجموا نولوا نجموا نتوقعوا شنو اللي باش يصير بعد معناها في كي نبدل اكس معناها بفالور اخرى تو نحن لهنا حد شنو هنا باغ اكزومبل لي زيكس شكون هما 24 72 حتى 184 يعني 184 لهنا اسكو نحن عندنا بار اكزومبل في التابلو لهنا عندنا 176 عندنا بلوتو 190 ما عندناش دونك نحن الريلاسيون هذه اللي طلعناها تو اللي هي طلعنا بها الا والبي الريلاسيون بين الكريك والاكس هالريلاسيون هذه سيبوزون لهنا مثلا الاولاد حسبنا الكريك طلعت ايكغيك ايكال 2 اكس بلس 3 شنو معناها؟ معناها بعد بيريود معينه كي نبدل لك الاكس باي فالور لهنا نجم نطلع الفالور دو ايكغيك معناها الهدف من ستاتيستيك هو انه نولوا نجموا نتوقعوا شنو باش يصير واضحه الحكايه ولا باهي شنو لازمنا نعرفوا لهنا لازمنا نعرفوا الميثود الاولى كيفاش نطلعوا الا والبي الميثود الاولى اسمها الميثود دو ماير الميثود دو ماير شنو تقول لك تقسم التابلو لدو بارتي البارتي الاولى طلع لها جي 1 اللي هي البوان مويان نتاع البارتي الاولى والبارتي الثانيه طلع لها البوان مويان جي 2 اللي هي البارتي المويان نتاع البارتي الثانيه بطبيعه الحال الا والبي كيفاش نطلعوهم دونك الا هي البوند نتاع دروات جي 1 جي 2 دونك نعملوا ايكغيك جي 2 مو ايكغيك جي 1 على اكس جي 2 مو اكس جي 1 والبي نطلعوها كايك البي في الكادر اون بلو دونك الايكغريك البي بلوتو هي ايكغريك نتاع اي بوان موا ا نتاع الاكس في الاكس نتاع اي بوان بطبيعه الحال الايكغريك والاكس لازم يكونوا الايكغريك والاكس نتاع نفس البوان كان اخترت جي 1 دونك ايكغريك جي 1 هي البي بلوتو هي ايكغريك جي 1 موا ا في الاكس جي 1 وكان اخترت جي 2 تولي البي هي ايكغريك جي 2 موا ا في الاكس جي 2 دونك يا تختار جي 1 يا تختار جي 2 باهي عندي سؤال نتصور بالنسبه للناس الكل رانا نعرفوه بالطبيعه الحديث هذا دونك الاولاد نجموا نعملوا نجموا نرسموا النياج دو بوان ولا شنو هو كلمه النياج دو بوان اش معناها الساعه؟ النياج دو بوان شنو هي؟ هي لونسومبل دي بوان ام دو كوردوني اكس يغريك معناها ال 24 نعطيها 70 ونرسمها بوان 72 نعطيها 161 104 نعطيها 242 معناها باش نرسمهم في شكل دي بوان هاك لي بوان هذوك يتسمى نياج دي بوان واضح ولا؟ باهي est-ce qu'on dit un nuage de points nuage des points est-ce qu'on dit une possibilité d'ajustement affine ou là مثلا oui hein مثلا لو كان ناخذ لا مش ديما شكون كان نعطيك مثلا لي بوان يكونوا هكايا مثلا لي بوان يكونوا هكايا
اسكو نجم نعدي دروا تتعدى بين لي بوان؟ شبيها لهنا؟ حسوم لي بوان فرد كودس هكا ولا؟ دونك لازم الفورم نتاع نيوز دي بوان تكون فورم شبيها بالطبيعه. دروا لونجي اذا ما تكون مش فورم نتاع دروا، اذا ما يكون الفورم نتاع نيوز دي بوان اون فورم الونجي. خاطر اذا كان عندنا فورم الونجي معناها اوتوماتيكمون راهوش عندنا بالضبط. اذا كان عندنا فورم الونجي نياج دو بوان يعطينا فورم الونجي معناها راهو فما بوسيبيليتي نتاع رولاسيون نتاع اجوستمون افين ما بين الكريك والاكس. واضحه ولا؟ يعني فما اجوستمون افين. دونك معناها ما يكون فما اجوستمون افين الا ما تكون الفورم نتاع نياج دو بوان هي فورم الونجي. دونك نعرفوا نعملوا مال نياج دو بوان، نعرفوا نثبتوا وقتاش عندنا اجوستمون افين وقتاش ما عندناش. ترى اها شنو عنده سؤال اليزيه؟ مسيو جي 1 و جي 2 مثلا كي نعمل له ايه؟ نحسبهم ونخليهم جوست كيما كيك فورم هذيك جي 1 و جي 2 باش نحسبهم بالطبيعه. باش نحسبهم علاش؟ خاطر باش تولي عندك ابسيس فور دوني اكس جي 1 و ايكغيك جي 1 مش يولوا محسوبين بالطبيعه، حاجتي بيهم معناها لازمني نحسبهم لهنا. فهمت؟ فهمتك. فهمتني ولا؟ دونك معناها الجي 1 و جي 2 نحن باش نحسبهم بالطبيعه. الميثود هذه اسمها الميثود دو ماير، تطلع تطلع رولاسيون بين الكريك والاكس وهي رولاسيون افين، هذاك علاش تتسمى اجوستمون افين. تفضل. اي مسيو بالله هي مو عندنا دو ميثود، احنا يقولنا انا اللي نخدموا بها ولا كيكه مو بالطبيعه هو ديجا كي مش تطلبني في حاجه بطبيعه الحال على دو لا ميثود دو ماير ولا الميثود نتاع لي مواندر كاري. فهمنا؟ يكتبها لك دونك يقولها لك في الدومونسي. اي بطبيعه الحال باش يسالك بالدونك انت تعرفي كيفاش بتجاوبي بالطبيعه، دونك لازم تعرفي تجاوبي. كان حاجته بالمواندر كاري تو يقول لك على المواندر كاري، كان حاجته بالميثود دو ماير تو يطلبك في الميثود دو ماير. معناها فما رولاسيون اللي هي لاجوستمون افين ما بين الكريك والليكس، نحن لازم نطلع نعرف نطلعوه. معناها نحن لازم نطلع نعرف نطلعوا الفالور دو ا والفالور دو بي. ماير شنو يقول لك؟ ماير يقول لك تقسم التابلو على دو بارتي، البارتي الاولى طلع لها البوان موان نتاعها معناها سموها جي 1، والبارتي الثانيه نعم طلعوا لها البوان موان نتاعها نسموها جي 2، ونطلع الا والبي. الا هي البونت نتاع دروات جي 1 جي 2، والبي هي ايكغيك جي 2 موا ا اكس جي 2 ولا ايكغيك جي 1 موا ا اكس جي جي 1. داكور واضحه الفكره الاولاد ولا؟ صافا. شكون عنده اشكال في الميثود دو ماير يسالني مثال؟ ان شاء الله. مسيو معناها كي تفضلي. قلنا نياز ديريكت نمشي للميثود دو ماير. باهي ها باش نعطيك حاجه لهنا، يلزمنا نقرا الاكزرسيس بالبي بالبي. نحن رانا في باك معناها راهو ينجم شنو يعمل؟ ينجم يعطيك يطلب منك نياز دي بوان، وبعد يطلب منك جوستيفيكاسيون اللي فما اجوستمون افي. نقولوا له الفورم نتاع نيوز دي بوان اون فورم الونجي. باهي. من بعد ينجم يقول لك ديتيرميني ليكواسيون دو لا دروات دو ريغريسيون اللي هي ليكواسيون نتاع الدروات اللي حشنا بها هذيا. ليكواسيون نتاع الدروات هذيا يطلب منك يقول لك ديتيرميني ليكواسيون دو لا دروات اون اوتيليزون لا ميثود دي مواندر كاري. شنو الحل هنا دونك؟ الحل تو سامبلومون نرسموا له نيوز دي بوان، نجاوبوا لي فما فورم الونجي دونك فما اجوستمون افي، وبعد وبعد الا والبي باش نطلعوهم بالميثود الاخرى اللي هي الميثود نتاع المواندر كاري. فاهمين؟ يعني لهنا ينجم مش يعمل بالضبط، ينجم يستعملهم لك الدو ميثود في الاكسيس. واضحه الفكره الاولاد ولا؟ يعني نحن لازمنا نعرفوا الدو ميثود. كان طلبني في الاولى دونك نعرف نجاوب، كان طلبني في الثانيه نعرف نجاوب. صافا الاولاد ولا؟ عملنا الميثود الثانيه مسيو. بطبيعه الحال بطبيعه مش نوريك كل شيء هكا ولا؟ باهي. الميثود الثانية شنو اسمها الميثود الثانية؟ الميثود الثانية اسمها الميثود دي مواندر كاري. شنو تطلع شنو شنو تعطينا الميثود نتاع المواندر كاري باش تشوفوها بالباهي بالطبيعة؟ ولهنا باش نسحقوا الكالكولاتريس. قبل ما نسحقوا الكالكولاتريس باش نوريكم شنو هما لي بارامتر المهمين في الميثود دي مواندر كاري. شنو هما لي بارامتر المهمين؟ فما دي بارامتر نحن لازم نعرفوا نحسبوه. واضح؟ باهي. شنو هما لي بارامتر نتاعنا؟ لي بارامتر نتاعنا هما اكس بار. واضح؟ و إيكغيك بار. ومن بعد باش نحسبو الفاريونس دو إكس، و بعد باش نحسبو الفاريونس دو إيكغيك، ومن بعد باش نحسبو السيجمان دو إكس، و بعد باش نحسبو السيجمان دو إيكغيك، و بعد باش نحسبو الكوفاريونس دو إكس إيكغيك، و بعد باش نحسبو الآر اللي هو الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش نسموهم كل واحدة ونسموها نعطوها اسمها. الار اللي هو الكوفيسيون دو كورليسيون مهم جدا الار هذايا، فهمنا ولا؟ شوفوا علاش مهم الار هذايا اللي هو شنو عندنا فيه فورمول بطبيعه الحال تنشوفوها، هي الكوفاريونس دو اكس يغريك هكا ولا؟ الكوفاريونس دو اكس يغريك على تري بيان على سيجما دو اكس في سيجما
دو إيكغيك هكا ولا سيجما دو إكس في السيجما دو إيكغيك واضحة؟ باهي شنو نعملوا به الكوفيسيون دو كوريلاسيون هذايا؟ الكوفيسيون دو كوريلاسيون هذايا هو اللي نحدوا به فما اجوستومون ولا ما فماش، يعني فما ريلاسيون افين ما بين الإيكغيك والإكس ولا ما فماش. واضح؟ شنو نعملوا نورمالمون؟ كان الفالور ابسولو شنو؟ نشوفوا إذا كان الفالور ابسولو دو ار شبيها؟ أكبر من شنو؟ أكبر من راسين دو 3 سور 2 وأقل من شكون؟ من أ. دونك فما جوستومون ولا ما فماش؟ فماش. إذا كان الفالور ابسولي دو ار، بعد ما نحسبوا الار هذاك، نثبتوا إذا كان الفالور ابسولي نتاع الار نتاعنا شبيه؟ إي شبيه؟ موجود بين راسين دو 3 سور 2 ولا لا؟ هكا ولا؟ كان الكوفيسيون دو كوريلاسيون نتاعنا موجود الفالور ابسولي نتاعو بين راسين 3 سور 2 ولا أ، راهو فما اجوستومون في. واضحة؟ إل إكزيست. دونك إل إكزيست. انا جوستومون افين ما بين شكون وشكون الاولاد ما بين اكس اي تري بيان اونتر ايغريك اي اي اكس صافا ولا باهي هذوما تحبوا نوريكم كيفاش نحسبوهم بالطبيعه ولا هذوما لي بارامتر هذه اسمها لا موين دو اكس اكس بار لا موين دو اكس كيف كيف هذه لا موين دو كوا دو ايغريك هكا ولا فاريونس دو اكس هذه شنو تسمى تسمى الفاريونس الفاريونس دو اكس تري بيان والاخر الفاريونس دو ايغريك باهي وهذه شنو تسمى ايكار تيب تسمى ايكار تيب هكا ولا ايكار تيب دو اكس هكا ولا باهي والكوفاريانس دي دونك عندها اسم بالطبيعة الكوفاريانس دو اكس يغريك هكا ولا وعندنا هذا الار شنو اسمه الكوفيسيون كوريلاسيون الكوفيسيون دو كوريلاسيون عنده اسم بالطبيعة هكا ولا الكوفيسيون دو كوريلا كوريلاسيون باهي شنو حاجتنا نحن توا الولاد هذوما الكل ريتوم هذوما الكل هذوما الكل يلزمهم يتحسبوا سينو ما نجموش نطلعوا الكوفيسيون دو كوريلاسيون اللي هو باش نحدوا به اسكو فما اجوستومون ولا ما فماش واضح عندنا الاكس بار وعندنا الايكغريك بار وعندنا الفاريونس دو اكس فاريونس دو ايكغريك لي كارتي باهي خلينا نبداو بشوي بشوي باهي الاكس بار هو شنو باش نجمعوا لي زيكس نجمعوا لي زيكس الكل ونقسموهم على النومبر نتاعهم اش معناه مثلا لهنا لو كان ناخذوا التابلو نتاعنا شنو نعملوا بالضبط كيفاش نتحصلوا على الاكس بار هذايا؟ هذايا نسموها اكس بالطبيعه. كيفاش نتحصلوا على الاكس بار؟ نجمعوا لي زيكس الكل هذوما من 24 حتى 184 ونقسموهم على العدد نتاعهم كعبه 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك هذاك كيفاش نتحصل على الاكس بار والاي بار؟ نجمعوا لي زيكريك ونقسموهم على العدد نتاعهم اللي هما كالعاده 9. واضح ولا باهي. مالا الاي بار كيف شنو نعملوا؟ نجمعوا لي زيكريك ونقسموهم على العدد نتاعهم. واضحه ولا ايه؟ تنجم تحسب بالكالكولاتريس. باهي بالطبيعه ما نحن جوست نعطوا في نعطوا كيفاش نحسبوا فيهم وكا هاو فهمنا؟ باهي تفضل ايه؟ مش هما تحط القاعده وتحطها بالكالكولا. لا 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 حط الفالور نتاعك نحن مش تحسبوا في 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 كوريكسيون تاع باك دونك مش تحط الريزولتا نتاعك وتتعدى فهمت؟ تو نشوفوا شنو مش نخدموا دي زيكزرسيس بالطبيعه وهذوما دي زيكزرسيس باك بالطبيعه ونشوفوا كيفاش نخدموهم فهمنا؟ باهي الفاريونس دو اكس كيفاش نعملوا الفاريونس دو اكس؟ المرة دي مانيش باش نجمعوا لي زيكس باش نجمعوا لي زيكس كاري ونقسموهم على النومبر نتاعهم ونحوا منهم ليكس بار هذيك وكاري اي باهي ثبتوا مليح باهي ثبتوا مليح نجمعوا لي زيكس معناها ما عادش نجمع لي زيكس تو مثلا ما عادش نجمع 24 مع 72 مع 104 مع كذا دونك مش نجمع 24 كاري 72 كاري 104 كاري حتى 184 كاري نجمعهم الكل ونقسمهم على تسعه اللي هو العدد نتاعهم خاطر نحن متفاهمين اللي فما تسعه كعبات ونحي منها الاكس بار هذيك اللي حسبها ديجا قبل اوكاري ليك الفاريونس دو ايكغيك العاده هاي الفاريونس دو ايكغيك هاي شكون يقول الفاريونس دو ايكغيك يلا شنو نعمل راسين دو لا لا قبل نجمعوا لي زيكغيك كاري ونقسموهم على العدد نتاعهم ونحوا منهم شكون
ونحو منهم اللي جرى كبار او كا او كاري. هذا كل الاولاد نوري فيكم علامات باش نحسبوه من بعد، رانا مش مستحقين، وراه مش نوريكم بالكالكولاتريس بالطبيعه، باش نستعملوا اليوم الكالكولاتريس بالنسبه لجماعه الشارب عندنا، بالنسبه لجماعه الكازيو موجود، وبالنسبه للشارب فما نوعين على فكره، فما نوعين يشبه شويه للكازيو، فما نوع يشبه الكازيو، فما نوع للشارب العادي، فهمنا؟ باهي. دونك بالنسبه للسيجما دو اكس اللي هو ليكار تيب، ليكار تيب نحسبوه هو راس السين نتاع الفاريونس. وبالنسبه للسيجما دو ايغريك هو راس السين نتاع الفاريونس دو ايغريك. واضحه؟ الكوفاريونس دو اكس ايغريك كيفاش نحسبوه؟ تابوني يا؟ شو نعمل المره هذيا؟ نجم نضرب ليكس كل اكس نضربها في الايغريك. نجمعهم ونحطهم على العدد نتاعهم. واضحة؟ اي موا شنو؟ موا اكس بار اللي حسبناه قبل في ايكغريك بار اللي حسبناه قبل. هاي كيفاش نعملوا من الاولاد؟ مثلا شوفوا لي الاكزامبل اللي عندنا. ال 24 نضربوها في 70 نزيدوها، 72 نضربوها في 161، 104 في 242. حتىش لشكون؟ حتىش لل 184 في 786، نجموهم الكل ونقسموهم على 9 ونحي منهم هاك الاكس بار اللي حسب قبل واللي بار اللي حسب قبل. سؤالي توا، علاش عطيت لي بارامتر هذوما الكل؟ لانه الاولاد لو كان ما عطيتش لي بارامتر هذوما الكل راك ما تنجمش تحسب الار اللي هو مهم جدا، اللي هو الار مهم ياسر باش نحسبه، باش نحسب الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش نقولوا فما جوست فما ولا لا. واضحه؟ وفي الاخر شنو نطلعوا في الاخر؟ تنوريكم بالكالكولاتريس باش نطلعوا الريلاسيون اللي موجوده بين كريك وشكون؟ والليكس معناه باش نطلعوا الا وشكون؟ باش نطلعوا الا والبي. هذا الكل انتم الاولاد ما كنتمش مطالبين باش تحسبوه بيديكم بالطبيعه، انتم مطالبين باش تحسبوه بالكالكولاتريس. واضحه؟ هذايا مطالبين باش تحسبوه الكل بالكالكولاتريس. كيفاش؟ باهي مش نبدو بالكالكولاتريس بالكالكولاتريس، باش نبدو بجماعه الكازيو نشوفوهم الكل، باش نشوفوهم الكالكولاتريس الكل راهم موجودين. يعني لي بارامتر هذوما الكل اللي هما الاكس بار اللي هي لا موان دو اكس، لا موان دو ايغريك، الفاريونس دو اكس، الفاريونس دو ايغريك، لي كار تيب تاع الاكس ولي كار تيب تاع الايغريك والكوفاريونس والكوفيسيون دو كوريلاسيون والا والبي هذوما باش نعلمكم تو سامبلومون كيفاش تحسبوهم بالكالكولاتريس. يعني الميثود هذيا اسمها الميثود نتاع شنو؟ الميثود نتاع لي مواندرو كاري. واضحه الفكره الاولاد ولا لا؟ صافا؟ شكون عنده اشكال؟ دونك انتم المواندر كاري معناها شنو المواندر كاري بالنسبه لي؟ المواندر كاري نعم تفضلي. مسيو عندي سؤال في الاير. ايه احنا قرينا في الكلاس باش تطلع اللي هي معناها جوستيفي فما جوستومون بين 0.75 هكاك اي 0.75 معناها فيبل واكبر من 0.75 هي فور، وبين 5 اكثر من 75 معناها 0.95 معناها فوالا. فما شكون ياخذ الفالور دو ريفيرونس راسين 3 سور 2، فما شكون ياخذ الفالور دو ريفيرونس 0.75. دونك دو كورو كيفاش بطبيعه الحال فهمنا؟ دونك سا ديبون، فما شكون ياخذ الفالور دو ريفيرونس لهنا راسين دو 3 سور 2، وفما شكون ياخذها 0.75، متفاهمين؟ معناها كل واحد يخدم بالفالور اللي دو ريفيرونس اللي موجوده في الكتاب الرسمي نتاعها، فهمنا ولا؟ واضح؟ اللي 0.86 علاش هي؟ خاطر هي راسين دو 3 سور 2. سي اون فالور ابروشي دو راسين دو 3 سور 2، فهمت؟ معناها كل انسان توا مش نتفاهموا الناس الكل. معناها اللي ماخذ الفالور راسين دو 3 سور 2 ياخذ راسين 3 سور 2، واللي ماخذ 0.75 ياخذ 0.75. معناها سا ديبون، راهو انتم فما الكور نتاع التكنيك واحد والكور نتاع السيونس واحد. دونك باش نبدو واضحين. كل واحد ياخذ الفالور كيما متعود، فهمنا؟ مسيكي باش نستعملوا الكالكولاتريس علاش نخدموا فيها من القواعد هذا من الكل؟ ما هو علاش وريتهم لك هكايا؟ بالطبيعه وريتهم لك باش بروشينمون، باش بروشينمون تولي معناها على الاقل فاهم من جاي من جات الحكايه هذه الكل. يعني انت تعدي ديريكتومون الكوفيسيون دو كوريلاسيون، هاو تنجم بالكالكولاتريس تطلعوا ديريكتومون، مي شنو؟ مي الكوفيسيون دو كوريلاسيون راهو جاي من لي بارامتر هذوما الكل، معناها لو كان ما حسبناش لي بارامتر هذوما الكل راهو ما نجموش نطلعوا الكوفيسيون دو كوريلاسيون. فهمت؟ معناها لي بارامتر المهم شكون معايا خلينا نحددوهم بالضبط. دونك عندك الاكس بار تبعتها لكريك بار، دونك فاريونس دو اكس، وعندك شكون؟ لي كار تيب، وعندك الكوفاريونس، وعندك الار كوفيسيون دو كوريلاسيون، وعندك لا فالور دو او الفالور دو بي، هذوما ماكش مش تحفظ لي فورمولا نتاعهم، ديريكتومون مش طلعهم بالكالكولاتريس. صباح ولا مش هذه الميثود؟ هذه هو الميثود ولا اسمها ميثود؟ هذه لا، هذه الميثود الثانيه، هذه الميثود نتاع المواندر كاري. الميثود الاولى اسمها الميثود دو ماير. ميثود دو ماير هي ميثود جرافيك، يعني تطلع البوان موان نتاع البارتي الاولى، تطلع البوان موان نتاع البارتي الثانيه،
هكا ولا شنو تعمل من بعد؟ هاي تكتب اي ايجال اكس بلس بي الا عندنا فيها فورمول اللي هي البونت نتاع دروات جي 1 جي 2، نعملوا اي جي 2 موان اي جي 1 على اكس جي 2 موان اكس جي 1، والبي البي اللي هي بالبلو بالبلو لهنا اي موان ا اكس معناها اي جي 1 موان ا اكس جي 1 ولا اي جي 2 موان ا اكس جي 2. تمام، هذيك الميثود الاولى اسمها الميثود ماير. الميثود الثانيه نخدموا بها تو هي ميثود مواندر كاري. باهي باش نوريكم حاجه باهي اللي عنده بطبيعه الحال، نحن عندنا لهنا الكالكولاتريس بطبيعه الحال باش نستعملوها اللي هي الكالكولاتريس الكازيو. نبدا بالكازيو ترى باهي سيبوزون الاولاد لهنا هات نحطوا الكالكولاتريس لهنا. سيبوزون الاولاد عندنا الكالكولاتريس هذايا جماعه الكازيو تو يتبعوني بالباهي بالباهي، اللي عنده شارب بطبيعه يتبعني كيف كيف. واضح؟ باش نسالكم سؤال الساعه الاولاد اللي عنده شكون عنده سؤال قبل وقبل ما نتعدى قبل ما نتعدى شكون عنده سؤال الساعه؟ ها الكوفاريونس نجم تعاودها لنا الكوفاريونس مثال صحيح تري بيان. الكوفاريونس شنو نعمل؟ الكوفاريونس ساهل برشا، شوف تبعني مليح. ها الكوفاريونس كيفاش نعملوا الكوفاريونس؟ باش نضربوا ديما الاكس في الايكغيك، ديما نضرب اكس في الجراك 24 في 70 72 في 161 104 في 242 حتىش لاخر كعبه 184 في 786 ونقسمهم على شنو؟ نقسمهم على العدد نتاعهم اللي هو 9 موا اكليكس بار اللي حسبتها قبل في الجراك بار اللي حسبتها قبل. واضحه كيفاش على ما تتحسب ولا صفا ولا نعاودوا؟ نضربوا ديما اكس في الجراج اكس في الجراج اكس في الجراج الكل نجمعهم ونقسمهم على العدد نتاعهم اللي هو 9 كعبات موا الاكس بار اللي عندي في الجراج بار اللي عندي. صافا الولاد ولا؟ صافا واضح واضح تري بيان. باهي شنو باش نعملوا توا؟ توا باش نحاولوا بالكالكولاتريس باش نبداو جماعه الكالسيو كيفاش هذوما الكل نطلعهم بالكالكولاتريس متفاهمين؟ باهي تابعوا مليح. ها باهي اول حاجه لازمنا الناس كل لازمنا نعرفوا نعملوا المود ستاتيستيك، معناها باش نحاول التابلو هذا باش ندخلوه لشنو؟ باش ندخلوه الكالكولاتريس. واضحه؟ باهي باش نوريكم تابعوا ديما الكورسور. واضح ولا؟ تابعوه بالباي بالباي. دونك نعاودوا نجيبوا باهي سافا تري بيان. هاي تابعوا لي ناس كل الاولاد اليزي. باهي شنو باش نعملوا الاولاد؟ اول حاجه ماذا بينا نحط المود ستات. دونك فهمنا ولا نرجع مود نورمال الساعة. باهي الكالكولاتريس عندي هكا الكالكولاتريس هاي شنو باش نعمل؟ باش نعمل جماعة الكازيو ركزوا معايا مليح، باش نحاولوا الطابلو هذايا اللي هو على على اليمين بالضبط باش نحاولوا نحطوه في الكالكولاتريس. كي حطينا مود الاولاد مشي طلعت في النيميرو 3 طلعت ستات نحطوا 3. باهي شو عندك؟ اي عندك دو ا بلس بي اكس ايكواسيون تاع دروات وين الا بلس بي اكس ريتوها ولا نحطوا دو صافا طلع لي تابلو بالطريقه هذه. التابلو هذه باش نحب نعمر فيه بتبيع هالاكس والجريج اللي عندي شنو نعمل؟ نعمرو لي زيكس الكل وبعد نعمرو لي زيكريج الكل هكا ولا كيفاش؟ اول فالور اش عندي؟ الفالور الاولى 24 اكس هاويني ريتوها نحط ايجال هاني تعمرت لي 24 ريتوها ولا باهي. من بعد شنو عندي الاكس الاخرى اللي بعدها الاكس هذه اكس الفوقانيه اكس واللوطانيه ايجريج عطينا الاكس 24 باش نحطوا الفالور اللي بعدها اللي هي 72. دونك شنو باش نعملوا معناها؟ عملنا ايجال 72 ايجال هاني تسجلت باش نشوف اللي بعدها 72 بعدها 104 104 صافا ايجال بعد 104 فما 120 120 ايجال الخمسه 128 تري بيان هكا ولا ايجال من بعد 144 ايجال 160 ايجال من بعد 176 ايجال وبعد عنا 184 ايجال صافا كيك تسجلوا ولا باهي. بعد ما تسجلوا باش نمشي بالفلاش ريتو الفلاش هذاك ولا الفلاش هذاك ريتو ونعاود نطلع لي فالور اول فالور في الاكس 24 شنو يقابلها؟ 70 ايجال من بعد 161
ايجال من بعد 242 نثبتوا موري يا ايجال، خاطر اي فالور غالطه راهي مش تمشي كل شيء غلط، فهمنا 294 لبيان. من بعد عندنا 323 وبالله ما تملوش على ارواحكم بالفرنسي، خاطر راهو الواحد في سهم 395 ولا 80 درا شنو يتعدى كل شيء غلط. ردوا بالكم جا ولا 323 اي 395 بعد. من بعد ستيام، ستيام فالور ريتوا ولا 495 ونثبت ديما. ومن بعد الويتيام 635 ايجال، من بعد فما 786 حطوا 786 ايجال. دونك من بعد نخرج بالاون العادية، هيا باش نخرج. خرجت تو صاي صبيت التابلو تو، وراك مش صبينا التابلو ولا واضح من غير ما نحفظوا حتى الفورمولا بتاعي. دونك بالنسبه لكم انتم كل شيء مش تحاولوا تطلعوه بالكالكوليتريس، تحطوا لي فالور نتاعكم، واضح صافا كيكا ولا مسيو. باي. كل انسان عنده توا كالكوليتريس كازيو نتاعو قدامه دونك يتبعني، وحاجه اخرى اللي عنده الكازيو نتاعو يتبع بطبيعه ويحاول كل واحده من لي بارامتر اللي حاجتي بيهم اكس بار ايجريك بار الفاريونس دو اكس الفاريونس دو ايجريك يشوفني كيفاش باش نطلعها ويكتب على التوش نتاعو باش يعرف كيفاش يطلعها، فهمنا صافا الاولاد ولا ايه؟ مسيو ينجم يجي اكزرسيس من غير تابلو؟ ينجم اكزرسيس شبيه؟ شبيه الاكزرسيس؟ غير تابلو اه من غير تابلو معناه ينجم اي في هو تابلو ستاتيستيك هو معناه اوتوماتيكمون مش يجي التابلو من غير ما توجع راسك بالكل، ينجم يجيب لك لي بوان مرسومين في روبير، ينجم هكاك فهمنا، ينجم بطبيعه الحال فهمنا. تفضل. ايه فما باك 2018 2012 جابوا لهم تابلو ومن بعد يعاودوا يصنعوا تابلو اخر بالالين هي بالطبيعه مش نخدموا مش نخدموا نحن مش نخدموا ما تنخدموا الاكزرسيس نحن تو تعرف حاجتنا اعطيني معناها اللي نحن نجموا اون ميتريز بيان دونك اون ميتريز بيان لي كالكولاتريس وبعد تفهموا جماعه الكازيو هو اللي بدات توضح الحكايه ومن بعد باش نتعدى لجماعه الشرب فهمنا. باي تابعوني تفضل. مسيو بربي ساعات كيف تخدم هاي بالكازيو وتخدم مثلا عملت الاون ومشيت خدمت مثلا طلعت الاكسبار والجريك بار والكل بعد باش هاي تخدم حكايه ترجع بعد باش تخدم مثلا باش تطلع الاير والحكايه ما تنجمش خاطر تلقى التابلو تنح كيفاش تنح ليه عاد ليه عاد ليه ما تخرجي بالآن ردي بالك تبدلي المواد ما بدلتش وما وتنح تس... وما تسكريش كالكولاتريس مستحيل وما حط تسكريش بطبيعة الحال. اللهم عملتي الوحدة هذيك ريسيت بدلت من تالي هذيك بس هاي لا بدلتي المواد راه تتبدل مش المواد هذيك بعد بدلت في الجريك بدلت عملت لها آلي وبعد رجعت باش نخدم ما حبش يخدم اه بتبيعة 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 بدلتي تابلو دونك معناها شوف اذا كان وصلت عملت بدل تابلو ولا حاجه دونك صحيح ما عادش يولو فهمت. دونك بالنسبه لكم انتم يخدموا بالوحده بالوحده كيما تو هنا عندي كالكولاتريس نتاعي عندي كالكولاتريس نتاعي تابلو مسجل مريق الامور واضحه هكا ولا أي دونك من نحاولش نخدم برشا حاجات معناها ما نجمش نعمل ما نحطش ماذا بيا ما نحطش تابلوات فرد واحد فهمنا. دونك تابلو عندي تابلو الاخر دونك مش نعملوه باش نعملوه نعاودوا نصبوه من الاول جديد بطبيعه الحال فوالا صحيح فهمت فهمنا. نحن جوست توا نثبتوا بالكالكولاتريس كيفاش نعملوا رانا واضح باهي شنو مش نعملوا توا باهي شو مليح اش باش نعملوا بالضبط اليزي عندك ليكس بار باهي جماعه توا صبوا التابلو صاي جماعه الكازي وصبوا التابلو اي حاجه باش نحب نطلعها باش نوريكم كيفاش مش نطلعها وانتم بتبيعوا على الاولاد ماذا بيا تابعوني بالباهي واضح وتشدوا كل تشدوا لي فورمولا نتاعكم عندك في الكالكولاتريس راهو يجي كلمه كيما البورتابل راهو دونك ما فماش علاش باش تحفظ معناه وتعمل كل شيء. دونك هاو عندك الكالكولاتريس عباره بورتابل تستعمل فيه كيفاش باين نحب نطلع اكس بار نعمل شيفت صافا نمشي نلوج على كلمه ستات ما نعرفهاش وين دونك اعتبر روحي ما نعرفهاش وين موجوده سيدي ستات ها فلا هديتو هاني لوجت كوم سي معناها عباره ما نعرفش التشوي لوج على روحي عطيت شيفت باش نخدمك الشيفت راهو خلا خدم عملتها باش نخدمك لي توش اورانجي راهو فهمت الفا مثلا تخدم الاحمر فهمت ما فما كولور شوف في الكولور في الكالكولاتريس
مش فما كولور احمر وكولور درسناه، فهمت؟ كل شيفت تخدم الكولور نتاعها. دونك شوف، كي تعمل شيفت وتعمل ستات معناها لك خدمتك الكولور نفس الكولور نتاع الشيفت هذيك، فهمنا؟ هاني حطيت ستات طلعت لي هكا ولا تيب والفار والمين ماكس والريجريسيون وكذا، صح ولا ايه؟ هاي ركزوا مليح باش نعمل يا ولاد، ركز شد عندك. هاي كان حاجتك باش تطلع الاكس بار والايكغيك بار والسيجما دو اكس والسيجما دو ايكغيك، هذوما موجودين في الكالكولاتريس، كل واحده موجوده في الكالكولاتريس باش نحط عليها. ها تابعوني مليح باهي، اش باش نعملوا سيدي؟ دونك تو نحطوا عليها ولا هذه وهذه الذي مش موجود، طنط نعرف كيفاش طلع، وهذه 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 والار والار والبي. عم شنو نوريكم كيفاش. هاي هذوما الكل موجودين في الكالكولاتريس، هذوما الكل موجودين في الكالكولاتريس، كيفاش؟ تابعوا مليح باهي. كان حاجتك بال اكتب فاريابل هذه كاتر فاريابل فار، الفار هذيك كاتر شوش طلع لك الاكس بار، شوش طلع لك الفار هذيك ريتو ولا هاو نعاودو هكا ولا نعاودو مثال نرجع واي هاو مش نرجع عادي باهي. شيفت نعمل ان طلعت لي فار، الفار هذيك شوش طلع لي؟ الفار هذيك طلع لي الاكس بار وطلع لي الكريك بار. كان حاجتك بالاكس بار حط نمره 2 تطلع لك الاكس بار، كان حاجتك بالكريك بار حط 5 تطلع لك الكريك بار، كان حاجتك بالفاريونس دو اكس ما طلع ما تطلعليش، انا ما حطيتش عليها ريتوها ولا كان اللي حطيت عليهم النجم نطلعهم من الكالكولاتريس، الاخرين تنوريكم كيفاش. واضح باهي تبعوا مليح. دونك ليكس بار سافا طلعها ولا نجم نطلعها ولا ما نجمش؟ نمره شنو؟ نمره 2 باهي الكريك بار، نمره 5 سيجما اكس، نمره 3 والسيجما يجريك نمره 6، علما وانه فما شكون الاولاد فما شكون في الكالكولاتريس نتاعو تطلع له اكس سيجما ان، كيف كيف نفس الحكايه هذيك اكس سيجما ان نفسها راهي سيجما دو اكس، واضحه ولا ايه؟ باهي شفتوا معناها قداش من وحده نجم نطلعوها الاكس بار واللي جريك بار والسيجما دو اكس والسيجما دو جريك، واضحه؟ مثلا كان نحط مثلا سيجما اكس هاي ثلاثه، نحط ثلاثه سيجما اكس نحط ايجال تطلع لي الفالور نتاعها بالضبط. صافا؟ ها؟ عاود هنا مسيو شنو ننزل؟ باهي نعاود شيفت، شفت شيفت ولا شيفت؟ هاني ستات شيفت تخدم لي كولور نتاعها اللي توش اللي بالكولور نتاع الشيفت، هاني في الان فما ستات نحطو فار كاتر، هاني نحط فار كاتر تطلع لي سيجما اكس سيجما يجريك الاكس بار والجريك بار، حاجتي باي كعبه فيه مثلا حاجتي بسيجما يجريك نحط سته، نحط سته ايجال تطلع لي سيجما يجريك، واضحه؟ معناها شكون عرفتوا انتم؟ انتم عرفتوا الاكس بار والجريك بار والسيجما دو اكس والسيجما دو يجريك. فما شكون الفاريونس دو اكس هذه نجم يطلعها بالسهل، علاش؟ مش السيجما هي الرسيم تاع الفاريونس؟ مالك نحب نطلع الفاريونس شنو نعمل؟ السيجما اللي عندي هذه نهزها كاري. معناها لو كان نوصل نهز السيجما دو اكس وكاري تو نلقى الفاريونس نتاعي، معناها حتى هذه مش نحط عليها فوالا هذه وهذه نجم نطلعوهم. باش نجم نطلعوه نجم نطلعوهم بطبيعه الحال من انطلاقا من السيجما دو اكس، ما عندنا نحن سيجما ولا ما عندناش؟ عندنا. دونك مادام عندي سيجما نهزو كارين نلقى الفاريونس، كيفاش؟ شنو نعمل؟ باهي نمشي للشيفت كالعاده نحط ان باش نطلع سيجما اكس الكل مش نلقاهم في الفار لهنا في الكاتر، لقيت كاتر نحط سيجما اكس هذيك ريتو سيجما اكس في التروا، كان نهز السيجما اكس كارين نلقى الفاريونس، معناها نحط شنو ولا انا تروا ريتو تروا ولا تروا هي سيجما اكس نحط تروا، كي نهزو سيجما اكس كاري مش نلقو الفاريونس، مش نهزوها كاري هاي التوش نتاع الكاري ريتو التوش نتاع الكاري هزيتها كاري السيجما اكس هزيتها كاري باش نلقى الفاريونس دو اكس، الفالور اللي لقيتها توا هذيك الفاريونس نتاع الاكس، نحبو الفاريونس دو ايكغيك مثلا شنو نعمل؟ نهز سيجما دو ايكغيك او كاري كالعاده نعمل شيف نعمل ان نمشي للفار 4 صافا طلعت لي سيجما ايغريك نيميرو 6 نيميرو 6 هذاك نهز سيجما ايغريك نهزها كاري نلقى الفاريونس صافا تري بيان، معناها حتى الفاريونس دو اكس والفاريونس دو ايغريك اللي ما كناش نجم نطلعوهم ولينا نجمو نطلعوهم عن طريق لي كارتيب سيجما اكس نهزها كاري نلقى تو سامبلومون نلقى الفاريونس، واضحه؟
الكوفاريونس هذه ما عندناش لولات في الكالكولاتريس، مش ما عندناش. مش نوريكم الميثود من بعد كيفاش تحصلوا عليها. شكون عندنا مازال؟ مازال الكوفاريونس هتوريكم بعد شويه، ومازالت عندي الار والا والبي. بصراحه مازالت الكوفاريونس والار والا والبي كيفاش نطلعوهم. باهي نجي للار، سهله برشا. الار والا والبي موجودين مع بعضهم، هذوما الار والا والبي موجودين مع بعضهم. كيفاش؟ نعمل شيفت كالعاده، نحط ستات، نمشي للريج اللي هي نيميرو 5 هذيك، ريتو الريج ولا اف 5، نحط توش 5. عندي ا، عندي بي، عندي ار، ريتو ولا عندي ا، عندي بي، عندي ار. دونك كان حاجتي بالا نحط 1، كان حاجتي بالبي نحط 2، كان حاجتي بالار نحط 3. وخليني نقول لكم حاجه، في بالكم انتم في الكالكولاتريس، لحظه برك عيب، لحظه برك، خليني نتكلم ونعطي كل شيء. دونك في بالكم انتم ليكواسيون تاع الدروات شنو هي؟ إيغريك نحن نقولوا إيغريك إيغال أ إكس بلس بي، لكن في الـ في الـ في الكالكولاتريس ليكواسيون تاعها إيغريك إيغال أ بلس بي إكس. يعني إيش معناها؟ معناها الأ والبي نتاعنا نحن والأ والبي نتاع الكالكولاتريس مقلوبي. يعني نحن كي نكتبوا إيغريك إيغال أ إكس بلس بي، الأ نتاعنا هي البي نتاع الكالكولاتريس، والبي نتاعنا هي الأ نتاع الكالكولاتريس. علاش؟ خاطر الكالكولاتريس تو سامبلومون الكالكولاتريس فيها إيغريك إيغال بي بلس أ. بلوتو فيها الكالكولاتريس شنو فيها؟ فيها نحن شنو عندنا؟ نحن إيغريك يقال قداش؟ ماي أ إكس بلوس بي. الكالكولاتريس لا، الكالكولاتريس اسمها أ بلوس بي إكس، معناها المضروبة في الإكس بالنسبة للكالكولاتريس هي بي. نحن عندنا أ، واضحة ولا إيه؟ دونك هذاك علاش بالنسبة لنا نحن مالا الأ والبي نتاع الكالكولاتريس مع كوسين، صافا ولا إيه؟ يعني كان حاسي بالبي والا والار، شنو نعمل بالا والار والبي؟ شنو نعمل بالضبط؟ الا ريتو الا الا نوميرو ان، كي نحط الا مثلا نحط ان تطلع لي ا، الا اللي طلعت لي هذيا ريتو هذيك في الحقيقه راهي مش اه راهي بي بتاعنا نحن. واضحه؟ ونعاود واي نعملوا شيفت، نعملوا ستات، ونعملوا الريج اللي هي 5، ونعملوا مثلا توا البي، كي نطلع البي توا دو طلعت لي بي ايجال البي اللي طلعت لي هذيك في الحقيقه هي ا عندنا نحن. باهي نحبوا نطلعوا الار مثلا، شيفت كالعاده نمشي للريك 5، نحب نطلع الار نعمل توش 3 ايجال طلعت الار كوفيسيون دو كوريلاسيون. صافا الاولاد ولا ايه؟ مسيو صافا فما اللي عندهم كالكيل بين سكور راهو الا والبي بي ما مش معكوسين. راهو هذاك علاش ما نجمش نجيب الانواع الكل نتاع الكالكولاتريس، خاطر دونك بيستحق شويه وقت. مي اذا كان فما انسان عنده مشكل في كالكولاتريس نكملوا السيونس نتاعنا وينجم يسالني تنعطي لي كوردوني من بعد، واي واحد ينجم يسالني. واضح ولا فهمنا؟ تري بيان. دونك يعني اي انسان عنده مشكل في الكالكولاتريس يسالني من بعد تونا نجاوبه. باهي توا الاولاد مازالت الكوفاريونس اللي حكينا فيها عاد هذيك الكوفاريونس. شوفوا الاولاد الار شنو هي، مش الكوفاريونس نتاع الاكس يغريك سور سيجما دو اكس سيجما دو يغريك؟ شنو قولكم الاولاد؟ لو كان نعمل الار نضربها في السيجما اكس ونزيد نضربها في السيجما يغريك ما نتحصلوش على الكوفاريونس؟ باهي دونك شوش باش نعمل؟ باش نعمل كل شويه في الميكرو الميكرو اذا كان انسان دونك الميكرو يعمل فيه ايكو دونك نحاولوا نسكرو. باش شنو نعملوا توا الاولاد في السانك؟ باش نخرج الار نتاعي، هاي هاتوا مش خرج الار بالتروا، هاي هذه الار فوا اخزر شنو نعمل؟ الار هذه باش نضربها في السيجما اكس. باهي فوا نعاود نعمل شيفت ونعاود نعمل ستات مره اخرى ونعاود نعمل باش نخرج السيجما اكس. السيجما اكس مش نلقاها في الفار 4، هاي السيجما اكس 4 نمرو شنو هو سيجما اكس ولد؟ نمرو 3. عطيت سيجما اكس في شكون؟ في اي شنو نعمل؟ توا باش نخرج سيجما ايكغيك نعمل شيفت كالعاده، ستات كالعاده هكا ولا والفار ونخرج السيجما ايكغيك نيميرو 6. هاني ار ضربناها في السيجما اكس في السيجما ايكغيك باش تيني الكوفاريونس وبكيك نجمو نطلع الكوفاريونس نتاعنا. واضح؟ يعني بالنسبه لجماعه كازيو كل شيء في الكازيو حكينا فيه. واضح كلامي ولا مسيو؟ جماعة الكازيو صحيح؟ فضل ايه؟ مسيو شنية اللي عنده كازيو؟ الفاريونس الكوفاريونس شوف هما دي بارامتر،
دونك باش ما نهربوش برشا برشا، نحن كل واحدة عندها انتربريتاسيون. انتوما توا حتى في البروبابيليتي الحقيقة والكل، دونك حتى في البروبا، دونك انتوما ما نهربوش برشا برشا، نحن نعملوا في الانتربريتاسيون تاع الاكس بار لا موايان لي غريك بار اللي هي لا موايان كيف كيف تاع لي غريك مثلا في البروبا ليسبيرونس، دونك هي لا موايان كيف كيف، فهمت؟ دونك ما نهربوش برشا برشا، هما دي بارامتر، المهم نحن نعرف كيفاش نحسبوا لي بارامتر نتاعنا، خاطر راهي كل واحده عندها انتربريتاسيون، مي نحن مش مطالبين باللي انتربريتاسيون كان في كيما حكيت في ليسبيرونس موايان حكيت كيما كيك، فاهمين؟ مسيو داكور تفضلي مسيو تفضلي. مسيو بلي فك الالفا اكس الفا يجريك ما عنديش انا في اي الكالكولاتريس كازيو هاي عندي ان و ان هذيك الفا ها ان مكتوبة وعندي اكس سيجما ان ولا ان سيجما اكس، مكتوبة كيما كيك هذيك هاي هذيك هي نفس هذيك هي سيجما بالنسبة لك انت، فهمت؟ عايش عايشك صباح. شكون عنده اشكال ايوه في الكازيو توا تو يسالني ليزي، خلينا نتعدوا للشارب ومن بعد نخدموا ليز اكزرسيس توا. بور لو مومون نحن مطالبين باش نوريكم الكازيو والشارب بنوعيها، ومن بعد نمشوا لل وبعد نمشوا لل وبعد نمشوا كالعاده لل 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 للخدمه تاع ليز اكزرسيس بطبيعه الحال، ونشوفوا فصل الالفا والبيتا والالين وكيش طبق الالين شنو نعمل بالضبط. ليزي اي رؤي عندك سؤال؟ مسيو تعاودها لي خلينا الكوفاريونس الأخراني كوفاريونس أي معناها باي هاو نعاود واي ميسالش الكوفاريونس مش هي الكوفاريونس هاي الكوفاريونس ريتيها هي ار في السيجما اكس في السيجما يجريك. شنو نعمل؟ نعمل شيفت ستات كي نحب نخرج السيجما الار، خلينا نخرج الار، الار نلقاه في الريك في السانك، طلعنا الار اللي هي نيميرو 3 نحط الار نتاعي 3 بوا سيجما اكس، سيجما اكس كيفاش نعملها؟ شيفت كالعاده ان ستات السيجما اكس نلقاها في الار في الكاتر في الفار كاتر ريتيها ولا هاي نيميرو 3 سيجما اكس ريتيها باهي 3 نحطوا 3 بوا سيجما يجريك تو نحطوا كالعاده هاي كالعاده شيفت ومن بعد ستات وبعد اش نحطوا بالضبط هاي وبعد نحطوا الفار مره اخرى باش نطلع لي فاريابل نتاعي اليوم سيجما دو يجريك، سيجما يجريك نيميرو قداش؟ نيميرو سيس نحط سيس نتاعي، ضربتهم الثلاثه ذوما في بعضهم لقيت الكوفاريانس ايجال نلقى الكوفاريانس نتاعي. صافا فهمتك تري بيان، واضحه الفكره ولا ايه؟ باي واضح جمعت الكازيو دونك صافا نورمالمون. باي نجي توا لجمعت الشارب، نجي توا لجمعت الشارب وتبعوني بشويه بشويه كالعاده هكا ولا ايه؟ دونك نحاولوا ناخذوا النوعي، راهو كي ناخذ النوعين مش معناه بالضروره الموديل اللي عندي يكون عند نفسه عندك، فهمت؟ سنتابعوا مع الشارب اللي تبعوا ما يسالش ماذا بيا تبعوا الناس كل سبحان ربي، فهمت؟ فما شكون يحب حتى يوري صاحبه اذا كان حتى سيبوزون، فهمت؟ اليوم فما شكون مثلا من صحابه مش شكون مش حاضري، اللي حاضر دونك فاهم صاحبه بطبيعه الحال، دونك تبعوا ماذا بينا نستفيدوا هكا شوف الفرق مثلا، فهمنا؟ باي تفضل. اي مسيو نعم مسيو بلي احنا باك تكنيك داخل الالينا الالينا اي شنية الباك معناها في الستات؟ استاذ اي بس نسألك سؤال، انت قاري الالين وقاري ستاتستيك، راهو الحكايه كلها تو انت مش بالك، فما الحكايه الكل مش بالك، شنو مش بالك فما حكايه كبيره في الوسط، ما دامنا قارين الشابيتر نتاع الالين هذا كله نجمو نخدموه، يعني ما عندكش مشكله لا مع الالين ولا مع الاكسبونونسيال، دونك انت قاري الاكسبونونسيال والالين وقاري ستاتستيك اوتوماتيكمون ينجمك يجيب لك ريلاسيون ما بيناتهم، شنو المشكل؟ فهمتي؟ ما تخافيش منها، ما تخافيش ما تخافيش، تعرف علاش ما تخافيش؟ راهي الحكايه سهله. طب من بعد كي نبدو نخدموا، تعرفوا انتم مشكلتكم فينا؟ انتم مشكلتكم في الكالكولاتريس عندكم مشكل، فما شكون ساعات تغيب عليه حاجه ومتاكد اللي فما برشا ناس الليله في تونس، دونك الاغلبيه الليله راهو دايخ في الكالكولاتريس نتاعو يتفكر في شنو ما ليتوش وشنو ما كذا، فهمت؟ مش حافظ بالكل بالكل. تبعوني تنوريكم بالكالكولاتريس كيفاش تخدموا، ومن بعد الخدمه نتاع الاكزرسيس راهي مش تصعب عليكم بالكل بالكل بحول الله، فهمنا؟ يعني انتم بالنسبه لكم انتم ما عندكمش مشكل في ليزيكزرسيس، المشكل الكل في الكالكولاتريس، انا باش نفضوه وبعد نتعدوا ليزيكزرسيس نتاعنا الكل. واضح؟ ما تخافيش، ما عادش تخافوا من الالان ولا تخافوا من الاكسبونونسيال ولا تخافوا من حد شيء، ما فما حد شيء يخوف. باي بيان هاي شوفوا الاولاد يلا باي نشيل الشارب هذايا، فما الموديل نتاع الشارب هذايا باش نعملوا شنو بالضبط؟ باش نعملوا مود، باش نحاولوا نصبوا التابلو بالطبيعه هكا ولا باش نعملوا مود ريتو المود باي مود، فما نوع نتاع شارب كي تعمل ان ستات
وتزيد تعمل مود معناها فهمت شو يصير بالضبط لهنا؟ شو يصير مود تمشي يتعدى للمود بتاع الخمسين. ستاتيستيك. واضح اللي حاسسك بيه؟ واضح ولا ايه؟ باهي صفا ولا ايه؟ جماعة الشارب فما النوع هذايا وتنعطيكم بعد في مرة آخر. باهي النوع هذايا القديمة شوية في الشارب فما دونك اللي فما اللي عنده كل واحد عنده كالكولاتريس يحاول يتبعني وكهو. فما دو موديل في الشارب تنخدموا بيهم زوز. باهي مود عملنا ستات توا باش نحب نصبوا التابلو دو فالور هذايا شنو نعمل؟ نعمل 24 24 ريتوا ولا 24 هاي واضحه للناس الكل 24 ريتوا ولا باهي 24 فما توش لهنا اسمها ستو ريتوا ولا ستو ستو هذيك معناها راني باش نتعدى نحن نسجل الفالور دو ايكغيك معناها سجلت اكس 24 ستو 70 70 صافا شوف الام بلوس هذه ريتوا توش ام بلوس الام بلوس هذيك باش نتعدى للوحده الثانيه يعني عملت لي داتا سيت معناها سجلت لي ال 24 و70 واضحه ال 24 و70 تسجلوا ذوما معناها ديما نعمل شنو 72 توا 72 ستوري توها تحتها شنو فما 161 161 ام بلس ريتوها ولا هاي كالعاده 104 104 ستو 242 ام بلس الفالور الرابع هاي 120 ستو 294 ام بلس كالعادة ام بلس مش نتعدى اللي بعد سجلت اربع فالورات واحدة اثنين ثلاثة اربع تو باش نعمل 128 هكا ولا 128 128 ستو تحتها شنو 323 ان بلس سجلت خمسة فالورات دونك ستة سبعة ثمانية تسعة جمر ديما رد بالك تغلط في فالور راهو الغلطة بحسابها فهمنا 144 ستو 395 ان بلس ريتو ان بلس هاني سجلت ستة فالورات باهي ريتو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حتى كان تنسى رد بالك فهمنا باهي 160 توا باش نعمل 160 استو ريتو ولا 495 ان بلس 176 توا استو 635 ان بلس اخر فالور 184 استو 786 حتى الاخرانيين عملوا لها ان بلس كي عملت لي داتا سيت معناها راهي سجلت لي 9 9 فالور معناها سعيد سجلت لي 9 فالورات فهمنا ولا نعمل اون هاني سعيد طب لهم تاني مسجل تو باهي نمشي للي حاجتي بيهم تو اكسبار شوفوا الاولاد عندك لهنا الفا ريتو على الفا بالاخضر تخدم الاخضر والا ار سي ال كيف كيف الفا والا ار سي ال هانو مزوز الفا والار سي ال ريتوهم يخدموا الاخضر حاجتي مثلا توا باش نعمل اكس بار نعمل ار سي ال باش نخدم الخضر خاطر فما فوق الاربعه فما اكس بار يعني راكم ما كنتمش مطالبين باش تحفظوا يعني موجوده التوش ريتو الاكس بار فوق الاربعه معناها كي تعمل ار سي ال 4 تعطيك الاكس بار قداش نرجع حاجتي بايكغيك بار نمشي نلوج على ايكغيك بار بالاخضر والمكتوبه فوق السبعه نعملوا ار سي ال 7 نحط الايكغيك بار صفا باهي حاجتي انسى الفاريونس وانسى الفاريونس وانسى الكوفاريونس خلينا نمشي للسيجما دو اكس ليكار تيب عندي ار سي ال ريتا ار سي ال نمشي نلوج نلقى سيجما اكس فوق التوش 6 ريتو توش 6 هاي توش 6 ريتو صافا هاني سيجما اكس باهي حاجتي بسيجما ايكغيك كالعاده نخدم ار سي ال باش تخدم لي الخضر نوف هاني النوف فوق النوف فما سيجما ايكغيك ريتو ولا باهي نمشي معاك ابعد من هيك عندك الار والار والبي هاي يا سيدي نمشي تابعوني مليح ار سي ال عندك الار وين الار هاي فوق السور اللي تو السور تو السور هذيك فوقها ار نعمل سور نطلع الار قداش بالضبط صافا ولا باي حاجتي بالار والبي كالعاده مقلوبي دونك نعملوا ار سي ال نلوج على الار ونلوج على البي
ريتو الا هاي الا فوق البارونتيز هذا والبي فوق البارونتيز هذا، كي نعمل البارونتيز الاول طلعت الا، الا هذيك مش ا بالنسبه لنا احنا، هذيك بي واضحه بي، وكي نعمل ار سي ال كالعاده باش نخدم الخضور نطلع بي، هذيك ا بالنسبه لنا احنا شفناها ولا ايه؟ باهي. تبقى لي مشكل في تروا توش اليوم، في تروا بارامتر اليوم، الفاريونس دو اكس، الفاريونس دو جريك، والكوفاريونس، هذوما ثلاثه مشاكل. الفاريونس دو اكس، الفاريونس هذيك نحب نطلع الفاريونس السيجما نهزها كاري، باهي نعملوا ار سي ال نطلع سيجما، نحسب روحي باش نطلع في السيجما اكس، السيجما اكس عملت ار سي ال باش نخدم الاخضر، السيجما اكس موجوده فوق السيس، سيجما اكس ريتو سيجما اكس، السيجما اكس هذه نهزوها كاري نلقوا الفاريونس دو اكس، هزوها كاري توا هاني سيجما اكس كي هزيتها كاري طلعت لي طلعت لي الفاريونس، السيجما اكس كاري هذيك هي بيدها الفاريونس دو اكس، نحب نطلع الفاريونس دو يجريك كالعاده نعملو ار سي ال باش نخدم الاخضر، نطلع سيجما يجريك اللي هي النص ونهزها كاري نلقى سيجما نتاع لي جريك او كاري هي الفاريونس نتاع لي جريك، دونك ايجال نطلع الفاريونس نتاع لي جريك اللي هي سيجما نتاع لي جريك او كاري. باهي نمشي للكوفاريانس كالعادة، الكوفاريانس كنحب نطلعها نضرب الار في السيجما اكس في السيجما يجريك، نبدا نطلع بالواحد هاي ار سي ال باش نطلع الار، الار هاني موجودة فوق السور ار سي ال ار، هاني طلعت الار نضربها تو هاني الار ريتو فوا نحب نضربها في السيجما اكس كالعادة، نعمل ار سي ال مرة أخرى باش نطلع السيجما اكس، باهي تو فوا ار سي ال توي كالعاده باش نطلع السيجما يجريك، هاني ار في السيجما اكس في السيجما يجريك، ار في السيجما اكس في السيجما دو يجريك، هذيك هي الكوفاريونس نتاع الاكس يجريك، وبهكاك طلعنا الكوفاريونس نتاعنا. هذا بالنسبه للشارب النوع هذا، صافا الاولاد ولا تفضل. اي مشي الشارب تنجم من غير ما تعمل ار سي ال بالالفا تقول الفا وتحط الاكس الفا راي كيف 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 الفا كيما الار سي ال تخدم الالفا تخدم الاخضر والرسيال تخدم الخضر، هذا شنو احنا من الاول. صفا الاولاد ولا شكون عنده اشكال الاولاد؟ الا والبي ما كيما الكازيو مقلوبه معكوس، الا والبي كيف كيف مقلوبين واضح؟ واضح باهي نسكروا الشارب اللي باهي، شوفوا النوع الثاني نتاع الشارب اللي عندنا باهي، فما نوع اخر في الشارب، شنو الفرق ما بيناتهم النوع هذايا؟ النوع هذايا كي تعمل مود تطلع لك كيما هيك ما تطلع لكش، فوالا هاني مود ستارت ان ريتو هاني فما ان ا بلس بي اكس ان ريتو تطلع لك تابلو بالشكل هذا، التابلو هذا عمرو كيما عمرو جماعه الكازيو، اش معناه؟ معناه مثلا مش نحط 24 24 نحط 24 متاعي ونعمل شنو ايجال ريتو هاني مش نعمر لي زيكس كالعادة كيما عملت الكازيو بالضبط 24 وبعد بعد شنو 72 راني نمل بالعربي راهو بالعاني راهو فهمتوني ولا راهو يا الولاد راهو ماذا بيك في وست دوفوار من على روحك بالبي ورد بالك تغلط في فالور شك شكيت يا خويا ماذا بيا انا نعاود خير لي فهمنا 72 24 اللي قبل 72 اي مش نحو مش نحوها مش نحوها مش نحوها دونك مش عندي الدال هذيك دونك تنشوفوها وين موجوده في البي اس مش فوق بي تحت السياق تحت تحت السياق تحت السياق ما تحتها مش ايوا فوالا هذا دوزيام فونكسيون دي فوالا تري بيان هكا ولا باهي خلينا نطبوها نحن شنو نعملوا عاد نعاودوا المثال شنو نعاودوا مود نورمال مود زيرو هاي باهي هذه والله فرصه باش نوريكم كيفاش ترجعوا للمود نورمال هاني مود زيرو ترجع نورمال تعمل مود تحط التابلو نتاعك هكا ولا نجم راهو فما تنجم تعبد هكا فوالا وتحط الفالور نتاعك 24 وبعد 72 حطه في ليزيكس راهو تو نعمرو فيه وبعد بالفلاش هاي باش نحط تو 104 ايجال الرابعه 120 ايجال والخامسة 128 ايجال السادسة قداش 144 ايجال والسابعة 160 ايجال والثامنة 176 ايجال
و984 ايجال. توا باش نمشي بالفلاش توا باش نطلع هكا ولا باش نطلع الفالور الاولانيه نتاع الايجريك. هاي الفالور الاولى نتاع الايجريك قد ايش؟ 70 ايجال 161 ايجال 242 ايجال 294 ايجال 323 ايجال 395 ايجال ومن بعد 495 ايجال وبعد 635 ايجال وبعد 786 ايجال. عملنا لي فالور الكل واضحه. دونك توا نمشي هاني ستات ا بلس بي اكس. فهمتوا علاش الا والبي مقلوبين؟ توا هاني عندك ا وعندك بي اكس، نحن عندنا ا اكس بلس بي وما عندهم ا بلس بي اكس. واضحه باهي. شنو عندك لهنا؟ فما توا الفا زي كيف كيف تخدم الاخضر وار سي ال تخدم الاخضر. الفا فما ويت فما ستات ريتوها، هاني فما الفا ريتوها وفما ستات فوق الويت. تطلع لك الريغريسيون والفاريابل كان واحد حط ان. تو تطلع لك الحاجه الباهيه في الكالكوليتريس هذيا، تكتب لك الا قداش والبي قداش والار قداش وما غير حد شيء، معناها تكتبهم لك من غير ما تبقى تحسب في كل واحده واحده. واضحه؟ نعاودوا الفا وعندك لهنا 8 ريت المود 8 ولا ايه؟ هاني طلع لك، طلع لك ريغريسيون فاريابل، كان حطيت ريغريسيون طلع لك الا والبي والار مع بعضهم. كان حاجتك مثلا بالسيجما بالاكس بار والايجريك بار والسيجما اكس والسيجما ايجريك العاده، شنو تعمل؟ كالعاده الفا ستات ونخدم توا بالدو فاريابل. ها مش نحط فاريابل، هاي طلعت لي الاكس بار وطلعت لي الايجريك بار وطلعت لي السيجما اكس وطلعت لي السيجما ايجريك. واضحه ولا سيجما اكس هاي وسيجما ايجريك ويني؟ دونك عندنا سيجما ايجريك هكا ولا ثبتوا فيهم كل واحد والكالكوليتريس نتاعو خاطر فما كل واحد والكرام نتاعو تلقوهم كيما هكاك. واضحه الفكره ولا ايه؟ أم شو زاد نجمو ندخلو للزيرو في الأول ايه تخرج لنا فيها كل شيء حتى هي زيرو من الاول باهي مثال. شنو نرجع هاو مش نعملو ا نعملو الفا ونعملو ستات هذيك الكالكوليتريس نتاعك هكا ولا عندك اي حط اي زيرو يعطيك يعطيك وتبدا هابط بتبيع بالفلاش على خاطر مش تهبطهم لك الكل. فهمت؟ اي فهمت ولا بالفلاش او بالفلاش نهبط نقراهم الكل ريتوما هاو خاطر الكرام تاعها بتبيع بالفلاش تهبط تقرا اللوطاني. صافا صافا الاولاد ولا يعني البارتي الاولانيه نتاع الكالكولاتريس سافا. دونك جربنا الجماعه الشارب كيفاش الكازيو كيفاش والكازيو والشارب الاخرى زاد كيفاش، يعني بالنسبه لنا احنا الانواع نتاع الكالكولاتريس الكل براتيكمون شفناه. واضح؟ دونك هذوما على الاقل اي بربي في الكازيو الاولى كيفاش ترجع للمود نورمال؟ عاملي مود ان جو كروا مود 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 كومبلكس ترجع لك مود ماتيك هيك كنت انا جون نشوفو مثال استنى بعد شويه نشوفو مثال صح مود كومبلكس مود كومبلكس مود ان كرو هذا نرجعو نحن نخدمو بالشارب مثال خاطر الشارب اسهل اسهل لنا. فيش الشارب اسهل لنا انه ما فيهش معناها ليك معناها الوحده نتاعها قصيره معناها فوالا هكا فهمتوني صافا. هذه معناها ماشي كبيره الوحده نتاعها دونك نشوفوها باهي. نبدو نخدمو في ليزيكزرسيس مال الاولاد. معناها ديما الهدف نتاع ستاتيستيك شنو الهدف نتاع ستاتيستيك ديما؟ ريميس اليزي اي ريميس. عندك سؤال؟ بربي كي يعطينا عسلامة تابلو بالانترفال عسلامة كي يعطينا اي تابلو بالانترفال كيفاش نحطوه في الكالكولاتريس؟ نعطيك حاجة دونك مستبعد شوية اما ديما مش نعملو مش نعملوه سونتري باش نعملو العبارة الميديان نتاعو فهمنا الوسط نتاعو معناها هو مستبعد شوية راهو باش نتيحو في مشكل كيما هكاك فهمنا ولا خاطر كان لازم نعملو مشكل كيما هكاك. هاي مثال شريمة ساي سؤالك مش انا اللي حكيت فما واحد اخر حكيه مثال ساي شكون اخر هاي صباح الولادة. انت علاش يجينا تابلو دو تروا كاز معناها داخله فايل افكتي اي نعملوا ديستريبيسيون ايش مارجينا او حكينا نحن ايش حكينا نحن تو رانا نحن توا باش نقول لكم حاجه
نحن توا راهو كان نحبوا معناها كان نحبوا نجيبوا حاجه في الستاتستيك راهو مش ما نحاولوش نهربوا برشا برشا، دونك نحن اللي نعرفوه الليله في الستاتستيك تبعوا وكاو فهمنا ولا لا؟ خاطر مش حاجتهم باش يعمل ديستريبيسيون مارجينال ودرسنا ودرسنا، دونك هو حاجته بتابلو ا دو فالور بي اكس وي جريك، دونك حاجته باش يطلع الريلاسيون بين الجريك والاكس اللي هي الريلاسيون افين y على اكس بلس بي ويطلع الا والبي. دو ميثود، ميثود الاولى ميثود دو ماير والميثود الثانيه الميثود نتاع المواندر كاري. المواندر كاري كلها كالكولاتريس والميثود الاولى نتاع الماير نطلع معناها نطلع البوان مويان نتاع البارتي الاولى والبوان مويان نتاع البارتي الثانيه ونطلع الا بالبونت والبي انا شفنا كيفاش طلعوها واضحه؟ حاجه اخرى بالليل الاولاد باش نوصيكم عليها. راهو ساعات مش بالضروره يخليك تحسب البارتي الجي 1 والجي 2 نتاع البارتي الاولى ونتاع البارتي الثانيه. ساعات هو يعطيك بوان من عنده، اش معناه؟ يقول لك راهي دروات دروات دو ريغريسيون باس بار لو بوان كذا كذا، معناه ديجا هو عطاني بوان من عنده تو. يعطيني هو بوان من عنده. اسكو نستحق باش نطلع دو بوان اخرين؟ يعطيني هو بوان من عنده موجوده في الدروات، معناه نحن عندنا بوان نقصتنا شنو؟ قداش من بوان تولي نقصت؟ واحده برك هكا ولا واحده برك؟ دونك اش معناها واحده برك؟ ما دام نقصتني بوان برك اش معناها؟ نطلع شكون؟ نطلع البوان مويان نتاع الناس الكل، اش معناها؟ ليكس بار نتاع الناس الكل والليكس بار نتاع الناس الكل. هو ينجم يسالني من الاول يقول لي ديترميني لو بوان مويان نتاع الناس الكل. نطلع له البوان مويان نتاع الناس الكل، نطلع ليكس بار على الناس الكل والليكس بار على الناس الكل. وزيدني هو بوان من عنده قداش يولي عندي من بوان دو بوان الدو بوان هذوك مش نطلعوا بهم الا والبي؟ الا كالعاده هي البونت والبي هي دونك انا شفنا كيفاش طلعوا طلعوا ايكغيك موا اكس ايكغيك جي فهمنا ولا معناه مش بالضروره نحن نطلعوا البارتي الاولى والبارتي الثانيه راهو ينجم يعطيك هو بوان من عنده وانتم ديجا من بعد من وانتم من بعد مش يعطيك بوان من عنده وانتم مش طلعوا البوان موايا يولي عندكم دو بوان طلعوا بهم الا والبي اللي حكينا فيهم صافا ولا واضح الولاد ولا مش واضح؟ ها طبعا تري بيان بارفي. باهي توا باش نعملوا توا الولاد؟ توا باش نتعدوا نخدموا الاكزرسيس نتاعنا هكا ولا باش نحاولوا نخدموا الاكزرسيس نتاعنا بطبيعه توا بطبيعه الحال رد بالي راهو لهنا راني مانيش معناها لهنا توا في الاكزرسيس نتاعنا توا ما عادش عندنا مشاكل مع الكالكولاتريس معناها بالنسبه لكم انتوما راهو اللي عنده كالكولاتريس وديزون قدامه ولا حاجه دونك ينجم يبدا يخدم الاكزرسيس نتاعو فهمنا؟ نحن توا باش نعملوا؟ نحن توا باش نرجعوا للمود كومبلكس هكا ولا باش نرجع مود نورمال هكا. فما دي كالكولاتريس فيما الرسيت هذيك تنجم ترجعك تفسخ كل شيء فهمنا ولا واضحه؟ فاهمين الاولاد ولا باهي؟ اش باش نعملوا سيدي توا؟ توا باش نقروا الاكزرسيس نتاعنا ونحاولوا نفهموا الاسبري توا نتاع نتاع ستات الاسبري تاعو مش نفهموها فهمنا ولا واضح؟ باهي شنو الحكايه بالضبط؟ هذا اكزرسيس باغ اكزومبل اكزرسيس فيه الان وفيه ريلاسيون بعد باش تشوفوها بكدا بكدا باش نطلب منكم تو سامبلومون باش تقروا معايا الاكزرسيس وباش تتابعوا معايا الاكزرسيس وكل مره واحد يجاوب لي على كيسيون فهمنا؟ امسيو مود ستات النحو قبل ما نبدو ليه هاكا ما رجعت نورمال توا مود نورمال اي ما خاطر ما صبينا تابلو بكري صبينا تابلو فهمت؟ كيفاش نعمل باش نرجعها عادي؟ ها؟ كيفاش نعمل باش نرجعها عادي؟ انا عملنا مود 1 كي كما مود مود 1 هاي خلينا نحطوا الساعة على هذيا ثم بعد نفهم شنو باش نعمل بالضبط تاليزي باهي الولاد شنو طلب في الكيسيون الأولى؟ هاي خلينا نفهموا الحكاية بكدا بكدا à l'aide d'une perfusion on introduit un médicament dans le sang d'un malade. هكا ولا واضحه يظل الناس الكل فاهمين باش نعملوا باش نحطوا الدواء في الدم نتاع مريض سواليزون لا بيرفيزيون اي بروغرامي دو فاسون كو لا كونسونتراسيون سي باش تقاس ميكروغرام بار سنتيمتر كوب هانو ميكروغرام كيفاش نكتبوا فيها ريتو ولا هاو الميكروغرام دو سون ميكروغرام بار سنتيمتر كوب هذيك الكونسنتراسيون سي يعني سي نقصدوا بها الكونسنتراسيون باهي ممتاز على دون بيرفيزيون تفهمنا اون انترودوي ان ميديكامون دون لو سون دان مالاد لا بيرفيزيون اي بروغرامي دو فاسون كو لا كونسنتراسيون سي هذيك هكا ولا دو ميديكامون دون لو سون نو دي باس با دو سون ميكروغرام بار سنتيمتر كوب هكا ولا معناها يلزم الكونسنتراسيون ديما تاع الدواء هذايا في الدم تاع
تاع المريض ما تفوتش 200 ميكرو جرام بار سنتيمتر كوب. هاي لو تابلو سويفون دون بور سو مالاد لو تون تي اون مينوت اون مينوت بالطبيعه انو تون تي بالدقائق. رد بالي من بعد يبدل لي بالساعه راهو نعرف لازم نبدل لازم نعرف يعني لهنا كل كلمه راهو ماهمش يفدلكوا لهنا يقول لك بالدقائق راهو بالدقائق يطلبك من بعد في ساعه بدلها بالدقائق فهمت ولا ايه؟ اي مي بور اتاندر لا كونسونتراسيون سي اون شنو اون ميكروغرام كالعاده بار سنتيمتر كوب. يعني لهنا التابلو فيه سي كونسونتراسيون والتي هو الوقت اللي باش توصل فيه الكونسونتراسيون هكا ولا 24 الوقت قداش من دقيقه 70 باش توصل الكونسونتراسيون 72 161 باش توصل الكونسونتراسيون 104 ميكروغرام بار سنتيمتر كوب لازمنا 242 دقيقه ينسي دو سويت حتى وصلنا 184. نسأل سؤال الأولاد وقتاش الكونسنتراسيون توصل شنو؟ وقتاش الكونسنتراسيون توصل 205؟ هاي شكون ما فطر يجاوبني على الكيسيون هذايا؟ سي ما توصلش على خاطر قلت نجيب تري بيان تري بيان بارفي صحيتي. نحن قلنا اخذ المعلومه البرفيزيون اي بروغرامي دو فاسون كو لا كونسنتراسيون سي نو دي باس با هكا ولا 200 ميكروغرام بار سنتيمتر كوب. يعني راهي ما تفوتش 200 معناها نحن حد التابلو حد شنو هكا ولا حد ال 200 باهي كومبليتي لا فيك اي كومبليتي دون لا فيغور 1 دو لانكس لو نياج دي بوان. معناها نحن باش نرسموا لي بوان كي نحبوا نرسموا لي بوان الاولاد اغزروا لي مليح الناس الكل كي نحبوا نرسموا لي بوان هاو عطاني لهنا روبير وجو دي بيان ان روبير اورتوغونال دونك مش نحكي على روبير اورتوغونال مش بالضروره اورتوغونال دونك روبير اورتوغونال واضح ولا كيفاش نحدوا لي بوان تاعنا ترى الاولاد اليزي اي كيفاش نحدوا لي بوان تاعنا شنو نحطوا حسب 5.2 24 هكا ولا عندنا تابلو ولا 24 شي قبل ال 24 اي نحطوا بوان احنا 24 70 هاوزر لي شال فاهمين ولا اي اش قال سيدي في ليش كيفاش ديما مسي سي اكس و تي جريك بطبيعه ديما بطبيعه ناخذ مش ناخذ الاولانيه اكس والثانيه جريك صحيح تري بيان واضحه ولا بين نياج دي بوان الاولاد نجمو نورمالمون هكا ولا نجمو نرسمو لي بوان ولا ما عندكمش مشكله انتم مع لي بوان تري بيان بارفي دونك انتم ديجا في الفيزيك وحتى في الماتير الكل دونك تستعملوا فيهم ديما ترسم الاولانيه اكس 24 مثلا 24 شتعطيها بالضبط 24 70 فوالا صحيت وهكا ولا تري بيان واضحه الفكره باهي لهنا راك تنجم تاخذ لي شيء كيما تحب راهو كيفاش الاولاد ها بعطيك ان زيرو هاي الكارو بقداش لهنا زيرو ان 0-1 معناها نورمالمون كل كرو شبيه هذاك بالنسبة لنا هشام رد بالك في لازم نخدموا بذاك وهم لهنا تراكم تختار باش تختار هشام بطبيعة الحال مثلا بالنسبة لكم انتم شنو مش تعملوا بالضبط مثلا ان كرو 0.1 باش تعمل هشام تاع ريجل دو تروا صحيح تري بيان صحيح تري بيان مثلا بالنسبة لكم انتم هاي لحظة برك مثلا الان هذايا تعتبروه مثلا مو اكس هو ولا الان هذايا مثلا تعتبروه قداش اللي شال تختاروه معناه الان لهنا قداش قداش تحبوا نعتبروه باش يكفينا ترى عندنا خاطر 100 20 عندنا 180 ها حطوا 20 حطوا 20 صحيت حط 20 مثلا فهمت سادي بون لو روبير اللي مش تختاروا بطبيعه الحال فهمت باهي معناه لهنا مش تختار بار اكزومبل الان لهنا مش تختار 20 علاش باش الاكس يكفيك باش توليك 20 40 60 هكا ولا 80 100 حتىش تكفي باش يكفيك واضح الفكره ولا مثلا لهنا اللي شال شنو تاخذ مثلا اللي شال لهنا هذه لهنا ياخذ اش عندك ديبل 1.4 لهنا ها ال 1.5 معناها هذيك 0 ان بالنسبه لنا احنا هاك الكرو هذيك اش تاخذوها انتم بالنسبه لكم انتم اش تاخذوها 100 مثلا صحيت الكرو 100 فهمت قرروا تاخذوا 100 مثلا فاهمين الحكايه ولا الولاد اي تري بيان بارفي دونك ترسموا لي بوان نتاعكم بطبيعه الحال يعني ما عندناش مشكل في النياج دي بوان لي امريكا باه تري بيان
Parfait. Donc, je t'adresse la question 2. الكيسيون 2 تو مش تبدا فما شويه خدمه دونك ركزوا معايا واش خدمه كبيره راهي على فكره ها باهي اون بولس جران اكس تو ايغال ال ان دو 200 موان سي ايوا دونك رد بالي علاش رد بالي الاولاد هو في العاده تعرف شو يعمل ولا ايه في العاده يا الاولاد يعطيك ريلاسيون ما بين شكون وشكون مش يحاول يخلي الاكس فيكسي وشكون يبدل الاولاد ويبدل لي جريك صحيح تري بيان يبدل لي جريك تعرفش بدل لهنا الولاد بدلنا الاكس وخلي لي جريك السي بدلها باكس فوالا ريت السي بدلها باكس معناها ما بدلش الفاريابل الثانيه هو بدل الفاريابل الاولاني واضحه ولا ايه؟ واضح باهي لو تابلو سي دي سو دون لي فالور دو لا سيري كانت السيري شنو كانت السيري ستاتيستيك شنو كانت بالضبط؟ كانت سي تي اش ولد سيري ستاتيستيك؟ اكس تي التابلو هذا في اكس تي ولي فالور دو اكس باين نسال سؤال بالله ال 24 هذيا كيفاش ولد 5.2 الاولاد؟ عملنا الين نتاع 200 الا 24 حسبناها لقيناها فالور بالفيرجول عملنا لها الروندي نتاعها عاديس موانزا طب بعد اذا كان فما انسان زاد عنده مشكل في الروندي طب فهمهم الروندي واضحه الفكره الاولاد ولا ها؟ انا ماشي فيها عندكم مشكل في الروندي؟ باهي لحظه برك هاي فيسا فيسا نعملوا الروندي ريفزوها فيسا فيسا قبل ما نتعدوا هاي باهي شوفوا الاولاد مش حطوها في كادر وحدها ما يسالش فهمنا عليزي فما الروندي اليونيتي باهي وفما الروندي اوديزيام او ديزيام معناها عديس موانزا وفما او سنتيام معناها شنو عديس موان دو وفما او ميليام عديس موان تروا شنو نعملو نحن نبدو باليونيتي سيبوزون عندك الولاد 5.7 سوا ديزون وبعدك ثلاثة شمك فيها هكا ولا الروندي نتاعها اليونيتي نشوفوا 5.73 هذيك اليونيتي معناها راهو برقم الاحاد معناها في الاخر ما نخليش فاصل معناها ال 5.73 مش نحي الفاصل اش نعمل بالضبط نشوف الرقم اللي بعد الفاصل كانوا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية ولا تسعة أك السبعة ذيك تولي ثمانية تولي 5.8 طبعا كان كان صفر ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ما نزيدوش نحو الفاصل كهو واضحة ولا إيه؟ معناها على اليونيتي باش نستحفظوا برقم واحد بعد الفاصل فهمنا بلوتو باش نثبت في الرقم اللي بعد الفاصل نزيد به ولا ما نزيدش بلوتو جيم اكسكيوز ها عملنا بطبيعه الحال مش نرجعوا نحن نعملوا في لاديس موانزا هاي جيم اكسكيوز هاي سافا سافا دونك نعملوا في لاديس موانزا نحن مش مشكل نرجعوا ل 5.73 اي شكون الرقم اللي بعد الفاصل سبعه ولا نشوف السبعه هذاك اسكو هو فامي 2 ولا فامي 1 فامي 1 هي فيها 0 1 2 3 و 4 والفامي 2 فيها 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9 باهي السبعة هذيا فامي 2 يعني نزيد السبعة هذيا نزيد بيه دونك الخمسة شو يولي مش يولي ستة عانوا عدد ما غير فاصل اليونيتي معناها ما غير فاصل فهمنا صباح الولاد ولا ساعة بينا نعمل فلاديس موانزا نحن من بكري هذاك علاش دونك 5.73 نشوف الرقم اللي بعد الفاصل كانوا من الفامي 2 نزيد الخمسة تولي ستة كانوا من الفامي 1 لو كان جات أربعة مثلا في بلاصة السبعة نزيد ولا ما نزيدش؟ لا ما نزيدش نحي الفاصل ونخليها خمسة عديس اوديزيام توا عديس موانزا معناه مثلا سيبوزون عندنا خمسة سبعة ستة أربعة لهنا شنو نعمل؟ نستحفظوا برقم بعد الفاصل اوديزيام معناها رقم بعد الفاصل استحفظنا بالسبعة بعد السبعة فما ستة الستة هذه هو اللي مش يحدد فما زيادة ولا لا بما انه الستة هذه من الفامي دو دونك مش نزيدوها ما عادش مش تبقى 5.7 مش تولي 5 فاصل قداش؟ 8 عديس موانزان توا 5.6754 مثلا عديس موان 2 سنتيم معناها عديس موان 2 عندي 67 نستحفظ برقمين خاطر عندي عديس موان 2 ونشوف الرقم اللي بعده شكون الرقم اللي بعده؟ 5 الخمسة فامي 2 نزيد ولا ما نزيدش؟ نزيد نزيد تولي 5 فاصل قداش؟ 68 يا سيدي سويت
واضحة الرونديه الاولاد ولا ايه؟ وي تري بيان. باهي الطابلو هذا مسيو يعطاني تفضلي. مسيو كيش يقول فالور ابروشي هاي شنو انا فالور ابروشي يعطيه فالور اديس موان دو يعطيه بزوز ارقام بعد الفاصل وكهو. ما نعملش لاغونديسمون ما نعملش لارونديسمون فوالا. لو كان قال لي باريكسي الاولاد راه باريكسي مثلا قال لي لونيتي باريكسي السبعه النحية هذا السبعه والخمسه تولي سته ديريكتومون مثلا لهنا رقمين نحافظ على رقم سبعه الستة هذيك ما عادش نثبت فيه نزيد ولا ما نزيدش ديما نزيد باريكسي ديما نزيد وبار ديفو ديما ما نزيدش نحي وما نزيدش وباريكسي نحي ونزيد فهمينا لاروندي نعمل نثبت نزيد ولا ما نزيدش باريكسي ديما نزيد بار ديفو ديما ما نزيدش فهمينا الفازة ولا ايه؟ مسيو نعم تفضل ايه؟ مسيو كي تبدا حشوتها بار ديفو كيفاش؟ بار ديفو نعطو بار ديفو بار ديفو معناها معناها بار ديفو مثلا كي نعطيك 5 73 وخمسة بعد ونقول لك اديس موان دو بري بار ديفو شنو معناها بار ديفو؟ بار ديفو معناها ما نزيدش معناها مش نستحفظ على رقمين ونطيش الباقي معناها ابو بري 573 وانتهت الحكاية ما نزيدش ما عادش نزيد نحي وما نزيدش بينما باريكسي اش نعمل؟ لو كان جات باريكسي تو خمسة فاصل نحي نخلي رقمين هكاهو ونزيد مكعبة ديما ديما نزيد واحد تولي خمسة فاصل قداش؟ أربعة هذه اسمه واندو تولي 74 74 فهمتوا الفازة ولا إيه؟ بار ديفو نحي وما نزيدش بار إكسين نحي ونزيد هاي تفضل ما يسالش سالوني ما يسالش ما يسالش هذه اسمه واندو هذه اسمه واندو نستحفظوا برقمين نستحفظوا برقمين كان بار إكسين هاك الرقمين هذيك تزيدهم واحد وكان بار ديفو تنحي اللي بعده ما تزيدي شيء وكان الروندي اكلي بعد الرقمين هذاك هو اللي مش يحدد لك تزيدي ولا ما تزيديش شو كيفاش عطينا اكزومبل باريكسي بالا نعطيكم هاي ما يسالش ماني خايف عليكم خاطر علاش خاطر فازيت زوم راهو ينجم يجي كيسيون كيما كايا باريكسي باي هاي مثلا هات نبدا بالي نوتي وبعد وديزيام معناها دي سمو ان زان وبعد ادي سمو ان دو واضح مثلا عندي سيبوزون 5.74 اليونيتي معناها مش نشوف الرقم اللي بعد الفاصل اللي هو شكونه سبعة نزيد ما غير ما نشوف معناها ما غير ما نثبت شنو معناها شنو تولي لي هذايا ستة فهمينا ستة ديريكتومون مثلا توي 5.74 اديس موانزا باش نستحفظ برقم والرقم اللي بعده أربعة مش نحيه ونزيد ديريكت ما غير ما نثبت شو مش تولي لي خمسة فاصل ثمانية معناها ديما نزيد ما نثبتش فامي أ ولا فامي دو مثلا ناي 5.741 شو تولي لي هذه نستحفظ بقداش من رقم توا اسمه وان دو قداش نستحفظ من رقم دوز. زوز اللي بعده واحد نزيد طول ما عادش نخمم فامي أ ولا فامي دو شنو يولي 5.75 ديما نزيد باري باريكسي تو الواحد فامي كان جات اروندي الواحد نزيد بيه ولا ما نزيدش؟ كان جات باريكسي الاولاد الان نزيد الان نزيد بيه ولا ما نزيدش؟ كان جات اروندي ها كان جات اروندي كان جات اروندي الان ما يزيدش اما بما اني باريكسي بالزياده دونك نزيد ديما نزيد لو كان جات بار ديفو الزايد نحيه وما نعمل شيء مثلا لو كان جات بار 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 ديفو لهنا بار ديفو 5.74 والينيتي نحي لا نحي جمله خليها خمسه ادي اسم 1 2 ادي اسم 1 زان نستحفظ بال 5.7 والباقي نحيه ادي اسم 1 2 نستحفظ ال 5.74 والباقي نحيه واضحين البار ديفو الباريكسي الاولاد ولا يا الاولاد ما يسالش كان فما اشكال قولوا لي بار ديفو نزيدو بار ديفو ما يسالش على خاطركم انتم ما يسالش هاي بار ديفو هاي مثلا عندك الينويتي نبدا بالينويتي ما يسالش هاي ومن بعد اديس موان زان وبعد اديس موان موان دو باهي خمسة مثلا فاصل ثلاثة شنو نعمل تو بار ديفو الينويتي نخلي كان كان الرقم اللي حاجتي بيه خمسة عادي اسمه انزا مثلا 5.98 الزائد نحيه
هادي اسم وانزال زايد نحي بار ديفو تبقى قداش 5.9 هاي هادي اسم وان دو 5.989 هكا ولا هادي اسم وان دو شنو نعمل زايد النحي 5.98 ديما في الدي بار ديفو زايد النحي طبعا الولاد ولا واضح ولا مش واضح كان فما اشكال الولاد قولوا لي مثالش واضح ريتو قداش فما تفاصيل الاولاد يعني مش المشكله راهي استاد في حد ذاته راهو فما برشا مشاكل الحقيقه حاجه من الحاجات اللي منهم دونك للروندي والبار ديفو بار اكسي خويا نجم يجي ما تعرفش عليه نجم يجيب لك اي حاجه فهمت عليزي ديتيرميني للروندي اديس موان تروا بري لو كوفيسيون دو كوريلاسيون بيه بلاي كوفيسيون دو كوريلاسيون ميثود موجود موجود هكا ولا بالله خلينا نحو هذايا ونخليكم بار ديفو بار اكسي هاني حبيت نعلق على الروندي والبار ديفو والبار اكسي كيفاش نعملوا هاي الكوفيسيون دو كوريلاسيون باش نعملوه نحن الكوفيسيون دو كوريلاسيون الاولاد هاي بالار اللي هو الكوفي باش بالكالكولاتريس ولا بالكالكولاتريس هاي هاي تنشوفوا الكالكولاتريس نتاعنا نجيبوا اكل الشارب الكازي ولا الشارب كيما نحبوا مش مشكل هاي سيدي جبنا الشارب نتاعنا اش باش نعملوا سيدي باش ندخلوا التابلو هذاك اما الاولاد كوفيسيون دو كورليسيون نتاع الاكس والتي ولا نتاع السي والتي اقرا مليح اقرا مليح الاكس والتي معناها نحن ندخلوا التابلو اللي فيه اكس والتي واضحه نرجعوا مود نورمال هذاك مود كومبليكس تو نعمل مود ان باش نعمل مود ستات هكا ولا نعمل مود بليتو ستات فيني ستات تروا ولا نعمل تروا هاني دو ا بلس بي اكس كالعاده هاي دو باين نعمروا التابلو هاي نعمروا التابلو كالعاده هكا ولا هاي ركزوا مليح دونك شنو نعملوا التابلو نعملوا لي زيكس قبل تو رد بالك 5.2 راهو الاولاد فالور غالطه راهو خايبه ياسر 4.9 مل على روحك بالعربي ما عادش تمل بالفرنسي ربما تغلط ولا حاجه رد بالك فهمت اللي يعرف روحه فرنسي هذيك حاجه اخرى سمعت عليه اي ما هو ساعات يبدا يتفلسف 400 درا شنو تلقاه من بعد الفالور غلط فهمت كاتريام فالور هاي 4.4 هكا ولا 4.4 تري بيان ايغال 4.3 تري بيان ايغال 4 ايغال ها نورمال تلقاها بالموان ايوا عادي شنو اللي فالور هذوما معناها ولا كوفيسيون دو كوريلاسيون خاطر صابي التابلو سي بون اي عادي عادي قلنا نحن بكري عادي باش تلقاه موان شنو نكملوا خلينا نكملوا تنوريك هاي عملنا قداش 4 وصلنا ل 4 هاي 3.7 ما تعملش فالور ابسولي من راسك يا ولدي هذيك دون بعد نقول لك 3.7 عملنا 3.2 وبعد 2.8 تري بيان ايغال هاي نمشوا للي جريك تو هاي نطلعوا للناس للاخر هاي لي جريك الاولى 70 لي جريك ما تبدلتش هاي من بعد باش نعملوا ايغال 161 مل عليا ما يسالش معايا كملي معايا هاي ايغال 242 ايغال 294 ايجال اللي بعد هاي 323 تري بيان هاي من بعد 395 تري بيان من بعد 635 تري بيان 700 من بعد 786 ايجال صحيح نخرج على روحي توا الكوفيسيون دو كوريلاسيون نعمل شيفت نعمل ستات نمشي للريك باش نطلع كوفيسيون دو كوريلاسيون 5 نلقى تروار هذيك الار ام تي نحط الفالور دو ار احذر راسك باش نعمل ها احذر كيفاش باش نعمل توا تابعوا مليح باش نحط قال لك شنو قال لك بالضبط ساعة ثبت امورك ها او لا بلاي راه ديتيرميني لا روندي اديس موان تروا دو كوفيسيون دو كوريلاسيون اديس موان تروا باش ناخذوا اربع ارقام نحن تفرج كيفاش فرج شكون يمل عليك كوفيسيون دو كوريلاسيون قالت كينا؟ موان 0 9 9 8 5 موان 0 9 اي 199 اي 9 اخرى مش 9 اخرى 8 5 8 5 كيكا 9 9 8 5 اي تري بيان ما عطيتش لاروندي ريت ما عطيتش لاروندي اعطيني توا لاروندي ما حطيت اربع ارقام باش نقول راني باش نثبت لك في الرقم الاخراني نزيد ولا ما نزيدش هاي شنو تولي نزيد
ايه زيد 9 9 9 9 9 1099 تري بيان، شفت ولا ايه؟ فما برشا يعمل فاليور ابسوليت، تعمل فاليور ابسوليت لهنا تاخذ صفر. مسيو نعم يا اخي كي يعطيك ديسمون 3 نكتبوا له اربع ارقام ونشوفوا الرقم الرابع ما هو. ديما نعمل هيك، علاش؟ باش نوري راني فهمت في شنو تحكي بالضبط، فهمت؟ فهمت ولا ايه؟ فهمتك يا امريكا. فما ساعات خاطر ماذا بين نوري كيفاش. اي مسيو تفضل. مثلا واحد ما راش اللي هو باش يزيد ويكتب الفالور كما هو قاها في الكالكولاتريس، اسكو أربع أرقام صدق باهي صحيتي، دونك سا ديبون، سا ديبون للباري، فما باري نتعدوا فيه باري ما نتعدوش فيه، فهمتي؟ معناه الباري غادي كاش يقول لك، يقول لك انا عطاك عطاك الكات فالور صحاح، الاربع فالورات صحاح خذ عليه صحيح. ساعات لي ساعات الباري يقول لك يعطيني لاروندي سينون لا، وسيرتو في لي باك سيونتيفيك سيونس وتكنيك راه ما ضبيك تعطي لاروندي بالضبط. ممكن باكيكو معناها ساعات تتصلح في الباكيكو يقول لك اعطيني كي يعطيك الكاتر فالور صحاح احسب له صحيح، فهمت؟ دونك سا ديبون للباري. واضح الفكره ولا مش واضح؟ اوكي واضح. تري بيان، اعطيت راك تعمل فالور ابسولي لهنا تاخذ صفر. وقتاش نعمل فالور ابسولي؟ يسالني اسكو فما اجيستمون ولا ما فماش؟ صحيح ولا مش صحيح؟ كان فما اجيستمون، كان كانت هو ما سالنيش لهنا، قال لي طلع لي كوفيسيون دو كورليسيون واسكت على روحك. كان سال لي فما اجستمون ولا شنو نعملوا له؟ نعملوا له الفالور ابسوليو نتاع الار. كان الفالور ابسوليو نتاع الار اكبر ماك الفالور دو ريفيرونس اللي هي نتاع بكري راسين دو 3 سور 2 اقل من الار، فما اجستمون سينو ما فماش. معناها توا نحسب الفالور ابسوليو ولا ما نحسبش توا؟ لا لا، تحسب الفالور ابسوليو تحسب لك غلط. واضحه؟ سمعت انت تقرا ستاتيك مسيو؟ كل تقرا، كلها تقرا ستاتيستيك، حتى الباكيكو يقرا ستاتيستيك. دونك سيونس موجه للناس كلها حقيقه. اون ديدوير كو لون بو اكسبريمي لو تون تي اون فونكسيون دو شنو؟ دو لا كونسنتراسيون سي بار اون رولاسيون، ترد بالك ها؟ فوالا، بار اون رولاسيون دو لا فورم تي ايغال قداش؟ alpha plus beta beta شنو؟ ln de 200 200 موان سي. شكون هي الاولاد الالين نتاع 200 موان سي هذيك؟ مش عباره شنو باللي شوف كي تحدد معطياتك وتفهم صحي. تري بيان، بالله ركز ركزوا الاولاد، راهو الستات الستاتيستيك قد ما هو سهل شابيتر قد ما هو في التفاصيل نتاعو لازمك ترد بالك. علاش؟ خاطر راهو مادام جايب لك اكزرسيس بطبيعه الحال مش يكون مقبول وسهل، راه فما برشا تفاصيل في وسط الاكزرسيس رد بالك منها. يعني نحن الاولاد ما غير تفلسيف، في بالكم الالين نتاع 201 سي شكون هي هذيك؟ شكون هي هذيك؟ هذيك الاكس. تري بيان، معناها السؤال سي اون كيستيون انديريكت، خاطر اون نو دوموند دو مونتري كوتي ايغال الفا بلوس بيتا فوا شنو الاولاد؟ فوا شنو الاولاد؟ فوا اكس. تري بيان، شفت؟ صحيح، معناها خاطرك الالين نتاع 201 سي هذيك هي بيد الاكس نتاعنا نحن، معناها يحب يلقى رولاسيون نتاع اجوستمون عارفين بين شكون وشكون الاولاد بين التي والاكس. بين التي والاكس فما قال لك اخذ اش قال لك اون ديدوي كو لون بو اكسبريمي اون بو اكسبريمي لو تون اون فونكسيون دو اكس. معناها وقتاش فما رولاسيون بين التون والاكس الاولاد؟ وقتاش فما رولاسيون داجوستمون عارفين؟ وقتاش؟ فالور ابسوليو دو ار. تري بيان، توا باش نقولوا له الفالور ابسوليو دو ار اكبر من الفالور دو ريفيرونس، راهو كل واحد فما باكيكو الفالور دو ريفيرونس نتاعهم 0.75. واضحه؟ اكبر من راسين دو 3 سور 2 واقل من شنو؟ من الان. دونك است كون بو اكسبريمي لو تون تي؟ تري بيان، شنو نقولوا له مالا؟ اون بو اكسبريمي هكا ولا نجاوبو كيما طلب هو؟ دونك هكا ولا؟ دونك اون بو انفيزاجي ان اجوستمون افين اونتر تي اكس. اون بو كوا؟ اون بو نجاوبو كيما طلب هو. On peut exprimer, non? On peut exprimer. Très bien. Le temps, c'est le temps. T, hein? En fonction de non? En fonction de x, ça. En fonction de quoi, ça? En fonction de x. Ah, carole. Maintenant, on a tableau d'achalène. Bien, je connais. Bien, t'es où, je connais. Bien, t'es où, x? Aïe, rode belle. Aïe, rode belle. Mais le t, c'est que t'es bleu, le t. Le t, c'est que t'es. تكتب ا اكس بلس نو بلس بي.
بي نكمل نطلع الا والبي بالكالكولاتريس، عبارة ما صاير شيء، صحيح ولا ايه؟ واضحة؟ عبارة كل شيء نطلع فيه بالكالكولاتريس، هاي شنو نعملوا نورمالمون توا؟ تمشي الشيفت ان باهي او نمشي، نخرج اخزر لي باش نطلع الا والبي، شيفت شيفت ستات تات، نطلع وبعد الا والبي تمشي في الريك، يعني خمسة ساك خمسة. صح الا اللي نطلعها، الا اللي نطلعها، الا اللي نطلعها هذيك بي. هي البي بتاعنا احنا. نحن ما عندناش الكالكولاتريس جكروها، خرجنا نحن ولا درس عملنا، فهمنا؟ تطلع 1579.28. اسمعني اقرا اقرا الساعه، رد بالك لي فالور سورون اروندي عادي اسمه عن قداش. موانزون باهي، حد فيكم توا باش يكتب لي الا قداش ويعطيني للروندي، والبي قداش ويعطيني للروندي، تو بعد نختاروا مع الفاول بيتا. الا ايجال، الا ايجال ناقص 1500 291 واحد فاصلة بركة، 444. واحد بركة، اعطيني تاع ما يسالش. الا ايجال ناقص 291 ها فاصل 443 أربعة أربعة يكفي، 3 أنا عاد خذيت رقمين هكا ولا. وتوا باش نعطي للرونديا دي اسم وانزا ناقص 291 فاصل90 قداش؟ فاصل 4. فاصل أربعة، هاي والبي ألف البي يقال ألف وخمسمية تسعة وسبعين فاصل ثمانية وعشرين 1000 وقداش؟ 579 1500 وتسعة وسبعين ها ناقص 283 ميتين فاصل وثلاثة ثمانية وثمانية مش ناخذ رقمين يزي، رقمين يزي تولينا قداش؟ ألف 579 فاصل 3 فاصل بس ثلاثة اثنين طبعا فاصل اي اثنين، هذيك مش تولي ثلاثة خاطر ثمانية باش ثلاثة. نزيدوا فوالا نستحضروا برقم واحد معناه فاصل ثلاثة هكا ولا ايه؟ دونك مال ليكواسيون بتاع الدروات قداش؟ ليكواسيون بتاع الدروات الاولاد هاي قداش الاكس؟ موا 220 تري بيان، موان 241.44 اكس بلوس بي بلس اللي هي قداش؟ 1579.3. تري بيان صافا، باهي هو شنو حاجته الاولاد؟ كيفاش؟ يا اخي 44 ولا 4 كهو الفيرجول؟ الفيرجول هو 44 ونحن مش ن... اه جي مكسكوز، شو عملت بالضبط؟ 44 4 كهو، معناها نحن خذينا الفالور اكزاكت، لا حاجتي بالاروندي بتبيع، انا عم نعمل الاروندي بتبيعتي هكا ولا صحتي. تري بيان تري بيان، نحبكم ديما فايقين. فوالا دونك اش طلعت توا الاولاد؟ شكون بدلها ليك سعاد؟ بشكون بدلها ليك توا؟ بشكون بدلها ليك؟ بالالان دو دو تري بيان، اش تولي لنا؟ موان 291.4 اكس مش مبدلها بشكون؟ نتاع الان هكا ولا 200 موان سي بلوس 1579.3 هكا ولا؟ نحن الاولاد هي الالفا والبيتا اللي يحكي عليها، البيتا شكون البيتا؟ المضروبة في الآلين هي البيتا هكا ولا ايه؟ هاي اش نكتبوها؟ هاي نكتبوها ايجال الفا بلوس بيتا فوا الان دو 200 موان سي افيك، نعطي الفالور دو الفا قداش؟ الفا قداش الفا؟ الفا هي 1500 هكا ولا 79.3، والبيتا المضروبة في الآلين اللي هي شكون البيتا؟ موان 291.4. صافا الاولاد ولا ايه؟ شنو رايكم؟ ماشي بلاها سهلة ولا صعيبة؟ شنو نعاود؟ تاع الألفا والبيتا شنو باهي، نحن طلعنا التي اون فونكسيون دو اكس ولا؟ اي هاي والاكس بشكون بدلناه؟ هاي هاكا هاو، هذاك اش عملت هاو؟ ليه نقصد لك الألفا هذيك. اي شكون مضروب في الآلين؟ قولي لي شكون مضروب في الآلين؟ البيتا البيتا هي المضروبة في الآلين، والعدد الفا هو المسيب وحده، ها وين مسيب وحده العدد؟ هاي صفا ولا شكون الفا؟ اعطيني انت الفورم نتاعك، شنو الفورم نتاعك؟ الفا بلس بيتا الين، الفا شكون الفا؟ العدد المسيب وحده شكون؟ مش 1579.3 والمضروب في الآلين شكون المضروب في الآلين؟ ناقص 291.4. المضروب في الآلين شنو سماه هو المضروب في الآلين؟ المضروب في الآلين شنو سماه هو؟ بالإكزرسيس هذاك علاش نحن المضروبة في الآلين سميناها بيتا؟ صافا ولا ميسالش؟ كان فما مشكل ميسالش؟ مازال عندك إشكال يذولي هكا ولا؟ سي بون فهمت أمشي. سي بون تري بيان سي بون هاي باهي، شكون فيكم يجاوبني على الكيستيون 3 بيتيتا الاولاد؟ اليزي هاي 3 بيتيتا، شنو طلب في 3 بيتيتا؟ تراهي
Dans cette question, les résultats seront arrondis à l'unité que l'ada. Hein? Rد بالك مش كالعادة خاطر توا على l'unité مش هاديس موانز يعني اللي توا من غير فيرجول هein? Arrondi, mais غير باش فيرجول. نعوض السي Très bien. Donc, estimez le temps T pour atteindre, mi, plutôt, pour atteindre la concentration CA égale à 990 microgrammes par centimètre cube. Et estimez le temps T1. Il nous demande de déterminer quoi? Le temps T, sachant que c'est 1. Mané, attends les concentrations. Je coule mat, mané, l'année, je coule mat. C'est. Mané, où attends, c'est. Gardez chez c'est ici. 190, ça, Kawale? Très bien. Microgramme par centimètre cube. Ou je ne t'allonge qu'on n'a pas le temps. Il y a un peu de c'est ici, c'est 1. Donc, c'est ici, c'est 1. Je ne sais pas le c'est, mais c'est 1. دونك تي مش تي تي ان مش شنو هو بالضبط هو نفس الطون ولا وعندنا رولاسيون من قبل ولا ما عندناش عندنا رولاسيون ولا ما عندناش ها عندنا رولاسيون نحسبوا طول معناه قداش رولاسيون موان 291.4 بوا ال ان نتاع شنو نتاع 200 موان شنو موان 190 خاطر عطاني شكون عطاني هو عطاني سي مادام عطاني سي حسب رايي شنو نعمل بالضبط هكا ولا مش مش قلنا اروندي الونيتي هي شو عملت ليه ليه رد بالك استنى لي ريزولتا راهو لي ريزولتا سو اروندي رد بالك ها لي ريزولتا النتيجه مش تكون اروندي ماهيش الاعداد نتاعك راهو الاعداد نتاعك يبقوا الفاول بتاع العادي شفت التفاصيل ولا قداش مهمه يعني فما التلميذ لهنا يبدا يعمل في الاروندي مش يبالو اللي هو حاجته بالاروندي على الناس الكل اوركو شنو حاجته الاولاد شنو حاجته هو بالضبط؟ هو حاجته كان بالريزولتا الروندي تري بيان اي ومن بعد شنو عندي بالضبط اليزي؟ ومن بعد عندي جو كروا 1500 تري بيان فيرجول 3 صح ولا؟ هيا نحسبوها بالكالكولاتريس شنو تعطينا؟ 908 908 تري بيان اسمعني اعطيني الفالور بالفيرجول وبعد تنقيمه في الروندي 32 3.3 معناها 3.3 الروندي الونيتي معناها ما حاشيش بالفاصل ما حاشيش بالفاصل معناها 908 ونكتب له الونيتي مينوت هكا ولا باش يحسب هو بالمينوت تري بيان صافا ولا شنو رايكم الاولاد صافا صافا تري بيان بارفي L'efficacité du médicament est optimale lorsque sa concentration est comprise entre 190 microgrammes par centimètre cube et 197 microgrammes par centimètre cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'efficacité est optimale, quand la concentration est bien, la concentration est comprise entre quoi et quoi? 190 190 وشكون الاخرى 197 شنو طلب طلب لا دوري دو ليفيكاسيتي اوبتيمال معناها مش نحاول نحصر التي تو شفت السي بين 190 و197 شكون عندنا السي شكون هي السي في الاصل هي هو شكون عمل لي شكون عمل لهم كادرمون لشكون لهنا الاولاد هو عمل اونكادرمون لشكون للسي وهو من بعد يحب يعمل يعمل اونكادرمون للدوري والدوري ما يطون والطون باش باش نحسبوا فيه بدقيقه ولا نمشي نعوض في ليكواسيون اسكو انا حاجتنا بسي ولا 200 موان سي 200 موان سي معناها مش نضربوا في الموا موان سي تولي بين 197 موان 197 وموان 190 اي حاجتنا ب حاجتنا بموان سي ولا 200 موان سي 200 موان سي 200 موان سي تولي بين شكون وشكون هذه نزيدوها 200 شنو تولي؟ 3 والاخرى نزيدوها 200 تولي 10 هكا ولا؟ اسكو حاجتنا ب ب 200 موان سي ولا بالالين نتاعها؟ بالالين نتاعها بالالين نتاعها جابليك كوا مانو؟ جابليك الين الين دو 200 باهي باهي مثالش نعاود نفسروا مثالش تري بيان دونك هو شنو عمل لهنا؟ مش عمل اونكادرمون للسي هو قال لك ليفيكاسيتي النجاعة نتاع الدواء هذايا اوبتيمال وقتاش؟ وقت اللي كونسنتراسيون سي
وقت اللي تكون السي ما بين 190 و197، حطينا سي بين 190 و197، قال لك ديتيرميني لا دوري دو ليفيكاسيتي اوبتيمال دو ميديكامون. اش معناه؟ معناه مش نحاولوا الدوري، الدوري شكون هي الدوري؟ هاو كلمه السر، كلمه السر شنو هي الدوري ولا ايه؟ والدوري شنو هو لهنا؟ هو الطو. اي نحن معناها عندنا السي باش نحصلوا التي. ما عندنا رولاسيون بين السي والتي، عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا سي ولا ما عندناش؟ عندنا رولاسيون ما بين السي والتي، نحن عندنا سي محصوره بين دراسكون ودراسكون، اش نعمل؟ نعمل موان سي ونزيد 200 ونضرب ونابليكي الان، نضرب في الناقص 291.4 ونزيد 1500 تلقى التي نتاعي محصوره بين شكون وشكون. فهمنا؟ باهي، جابليك الان اي، اعطيني الالان بين شكون وشكون توا. الان دو تروا. الان دو تروا خليها ما تبدلهاش، رد بالك تبدلها، خليها هكاك الان دو تروا ولهنا والان دو ديس. بشكون مش نضربوها هاك الالان؟ هاك الالان بشكون مش نضربوها الاولاد؟ في الالان بشكون مش نضربوها؟ ناقص 291.4. كي نضربوا في ناقص 291.4 بشنو نعملوا بالضبط؟ نبدلوا ولا الان دو ديس تولي منا وهذه تولي ناقص 291.4 الان نتاع 200 موان سي، وهذه شنو تولي؟ وهذه تولي ناقص 291.4 اي و الان دو شنو؟ الان دو 3 كيكرما. تري بيان، نكتبوها بالباي باش يكفينا ناقص 291 291.4 الان دو 3 صافا كيكا ولا باي؟ شنو نعمل تو؟ نزيد هاك ال 1500 ولا 1579.3 شنو تولينا؟ ناقص 291.4 الان دو 10 نزيدوها الفالور اللي خديناها قبل 1579.3. الولاد شكون شنو قولكم هذيك نزيدوها ل 1500 هذه شنو يولي اسمها؟ هذايا شنو يولي اسمها تو؟ هذه تولي اسمها تي صحيت وتري بيان. والاخرى ناقص 291.4 الان دو 3 ونزيدوها 1579.3 تري بيان. هيا احسبوا لي هذه لي فالور هذوما، اعطيني الفالور، اعطيني الفالور، الفالور هذه مش تعطيها لي فالور اروندي، اروندي الونيتي يعني من غير فاصل. قداش هذه؟ اعطيني الفالور نتاعها تو بعد نعمل الاروندي. هاي تسعمية تسعمية وشنو هو؟ 8.3 ينعطي للروندي تبقى 908. باهي من بعد هكا ولا وهذا ايه؟ 1259.16.1 تولي 1259 هكا ولا دونك التي مش تولي توا؟ دونك التي بين شكون شكون؟ دونك التي تولي بين 908 والاخرى قداش؟ 1259 مينوت بطبيعه الحال. هاكا حسبنا لي فالور نتاعنا بالباهي. صافا الاولاد ولا ايه؟ فهمنا البرانسيب الاولاد ولا ما فهمناش؟ واضح واضح. باهي فيسع فيسع مش نعملوا شنو مش نعملوا بالضبط؟ تاليزي فيسع فيسع مش نعملوا بارتي الاولى نتاع الاكزرسيس نيميرو 2 خاطر طلب الميثود دو ماير، انا فرض عليا ميثود، ميثود دو ماير واضحه؟ واضح صافا ولا تري بيان. باهي دونك الاكزرسيس نيميرو 2 نعملوا فيه على الاقل باش نعملوا فيه الاسئله الاولى دونك مينيموم باش نفهموا الميثود دو ماير شنو بالضبط، شنو شنو الحكايه نتاعها بالضبط. صافا اون باس على الاكزرسيس نيميرو 2. الاكزرسيس نيميرو 2 عطاني تابلو بطبيعه الحال، تابلو شنو طلب؟ قال لي لو تابلو ستاتيستيك سي دي سو دون ليفوليسيون دو مونتون بروت اون دينار دو سميغ سالير مينيموم انتر بروفيسيونيل غارونتي. هكا ولا الاجر الادنى المضمون هكاك هكا ولا المهني المضمون ولا حاجه كيما هكاك فهمنا؟ اي بين عام 2011 و2011 و2019 2011 عطاها رتبه واحد، 2012 رتبه اثنين، 2013 حتىش ل 2019 عطاها رتبه تسعه، معناها الدخل هذايا نتاع الاجر الادنى المضمون هذايا فوالا هكا ولا اي بور 40 اور دو ترافاي ابدومادير، معناها في الريجيم اربع يخدم 40 ساعه بالجمعه في الجمعه، السميك نتاعو معناها الاجر الادنى المضمون فما 1400 دينار بالطبيعه، فما 1497 حتىش ل 2019
ولا في معناها الاجر الادنى المضمون 1,984 باي ريبريزونتي اون انكس ان لو نياج دو بوان ما يهمناش دونك بالنسبه للنياج دو بوان واضح كيفاش نرسموا نياج دو بوان مش مشكلتنا غاديك هكا ولا كيسيون بي الاولاد اون ديدوير كان جوستومون افي نوتر اكس يغريك اي جوستيفي شنو نقولوا له بالضبط الفورم نتاع نياج دو بوان فورم شبيها فري بيان كيفاش نشوفوا مالا دونك نقولوا له لو نياج دي بوان هكا ولا لو نياج دو بوان دو لا سيري ستاتيستيك سيري ستاتيستيك شنو هي اكس يغريك ولا ا اون فورم بلوتو فما الزايده ا اون فورم شبيه اللونجي ومادام عنده فورم اللونجي اش معناه دونك اون ديدوي ولا فوالا معناها اون ديدوي كو كون بو انفيزاجي ان جوستومون افي نونتر اكس يغريك فوالا دونك نجاوبو بنفس الجمله نتاعو اي دو باش نحكوا على فور وفي بس نحكي لكم حاجه باللي عندي لكم سؤال عطيتيني سؤال ولا دونك تنجيبك بسؤال ولا انا جوستومون افين اونتر اكس يغريك تلاحظوش علاش ندقق ولا في الكتيبه ما هو خاطر ماذا بينا نجاوبوه بنفس السؤال بنفس الطريقه اللي سالني بها باش نسالكم سؤال كي يبدا كوفيسيون دو كوريلاسيون 1 الاولاد بلي تصوروا كوفيسيون دو كوريلاسيون يطلع 1 ترى شنو اللي يصير زعما يعني الفالير اكزاكت 100% معناها تبدا صحيح معناها الرولاسيون افين هذيك الرولاسيون افين هذيك بيلي غريغ وليك سيت اون رولاسيون تري فورت اش معناها معناها كل ما يقرب الكوفيسيون دو كوريلاسيون اون فالور ابسولو لل 1 معناها الرولاسيون ولا لاجوستمون افين تري فورت اش معناها تري فورت معناها الرولاسيون هذيك مش تعطيك بريسك اون فالور اكزاكت فهمنا ولا كي يبدا الفالور كي يبدا الار معناها الكوفيسيون دو كوريلاسيون بالضبط 1 معناها رام لي بوان الكل سون سيتوي سو لا ميم دروات معناها اوتوماتيكمون راك بالدروات هذيك مش كهرب منها جمله معناها راهي لابروكسيماسيون ولا ليستيماسيون مش تكون استيماسيون معناها استيماسيون بريسك معناها كوريكت معناها فوالا نجم نتوقع 100% شنو باش يصير فهمينا مسيو مامي اون فورمالونجي اذا نجم نقولوا سامبلين دروات اي فوالا دونك لي بوان معناها سون سيتوي سور لا سون بريسك سيتوي سور سور لا ميم دروات فهمنا نقصد جوست كيف تكتبها اي مثالش مثالش دونك تنجم تجاوب بطريقتي صحيح تري بيان فهمتيني واضحه ولا ايه واضحه تري بيان بارفي توا نحن علاش حابين نخدموا هالوحده هذيا مانيش باش نكمل الاكزرسيس باش نحط في البي على خاطر حبيت نخدم لكم بالميثود دو ماير واضحه سوا جي ان لو بوان مويان دو نياج دي بوان دو لا سيري ستاتيستيك من الواحد حتى لشكون حتى لشكون اخذاه لسانك معناها نحن الشطر الاولاني شنو نعملوا له طابلو بالنسبه لنا الاولاد طابلو اش باش نعملوا باش ناخذوا شنو باش ناخذوا الشطر الاولاني هكا ولا اللي هو 5 فالور باي عندك فالور 1 2 3 4 5 معناها حتىش لذا اسكو الاولاد في في جي 1 نعملوا اكس بار يغري بار ليكس ناخذوها لاني ولا الروند ولا لاني الروند ولا لاني بعد نحسبوا له جي 1 هاي جي 1 قداش جي 1 هاي جي 1 جي 1 عندك 1 وعندك 2 ايه ومن بعد بلوس 3 بلوس 4 بلوس 5 سور كوا سور 5 لي غريك اعطيني لي غريك هاي 1,421 هكا 1, فوالا 1,421 بلوس 1,497 هكا ولا معاودة مرتين هذيك اي تري بيان اي وعندك 1,584 مع 1 فاصل قداش؟ 671 1,671 الكل على شنو؟ 5 سور 5 طلعنا جي 1 احسبوا لي انتم فوالا جي 1 فوالا جي 2 تو جي 2 طلب منك لي بوان موان فانا بارتي تو بارتي من 6 حتى ل 9 شنو نعمل؟ 6 بلوس 7 بلوس 8 بلوس 9 سور كوا سور 4 المره هذه خاطر 4 فالوريت كاو والاخرى اي 1,671 مع هكا ولا 1,763 مع 1,866 مع 1,984 على قداش سور
سور 4. اعطوني جي 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 1 قداش وجي 2 قداش؟ هاي قداش جي 1؟ تطلع 3 1.534. 3 اروندي راه رد بالك، لازمك تتفقد كلمة الاروندي. اون اروندي راه او مليام ثلاث ارقام بعد الفاصل هكا ولا الاروندي ها؟ معناها باش نستحضروا بالثلاث ارقام ونشوف الرابع نزيد ولا ما نزيدش. هاي هما ثلاثة مشو 1.534 بالضبط. 534 هكا هو بطبيعتها جات في 1.534. هاي هاي من بعد الاخر هاي 3.5 الفالور الاولى. هاي هاي ومن بعد واحد فاصل 821. 1.821. طلعنا جي 1 وجي 2 ولا طلعنا جي 1 وجي 2 ولا طلعنا جي 1 وجي 2؟ اش ناجم يطلب منك نورمالمون تو؟ يطلب منك ليكواسيون تاع الدروات هكا ولا لهنا يا الاولاد؟ طلع اش عمل، ما طلبش منك ليكواسيون تاع الدروات. تفرج تفرج كيفاش اهي، اعطاك هو ليكواسيون تاع الدروات بالرغم اللي كان شي نجم يعمل الاولاد حسب رايكم. يطلب منك باش تطلع، يطلب منك باش تطلع الدروات. لو كان يطلب مني باش نطلع الدروات نثبتوا اسكو ليك واسام تاع الدروات صحيحه ولا هاي كيفاش نطلع؟ واي الار كيفاش نطلع؟ كي ما تفهمنا شنو نعمل؟ ايغريك 2 موان ايغريك 1 سوري ايغريك 2 ولا ايغريك جي 2 موان ايغريك جي 1 ايغريك 2 موان سور اكس 2 جي 2 موان اكس جي 1 فوالا. هاي قداش هاي نثبتوا عندك قداش؟ هاي إيكغيك جي 2 عندك 1.821 1.821 إلا هاي 1.534 على 7.5 إلا شكون؟ إلا 3 هكا ولا موان 3 صافا الولاد ولا إيه؟ أعطيني الفالور قداش طلعت هاي؟ تطلع 0.64 كيكا هاي فوالا. دونك معناها هو طلعها وحده راهو قال لك اون ادمي. في بالكم اللي فما شكون في دوفار كيما كي فما شكون اون ادمي هذا يمشي بل ويمشي باين فيها وحده ولا ايه؟ اوركو هو اون ادمي راهي ذيك الدوني من عنده هو راهو. فهمنا طلعنا الا شكون طلع؟ شكون يحب يطلع لي البي؟ ترى لو كان طلعنا البي هي ايكغيك جي 2 موا ا في الاكس جي 2. الايكغيك جي 2 قداش الايكغيك جي 2 هاي؟ الايكغيك نتاع جي 2 1.821 واحد فاصل قداش؟ 821 موال ا اللي هي 0.064 في اكس جي 2 اللي هي شكون اللي هي 7.5. احسبوا هذه تعرفوا شنو مش نلقاها ولا مش نلقاها بالضبط كما هو الجي اللي هي 1.342. دونك ال ا وال بي نحن هو اعطاهم لي من عنده ولكن كنا نجم نطلعوهم بطبيعه الحال. شو؟ تفضلي. نعم في اروندي ولا؟ يعمل في الاروندي هو خاطر هي 1.341 دونك في الاثنين هاي خذاها اروندي 242. دونك طلعنا ليكواسيون تاع الدروات معناها هذايا مهمزية من عنده هو عطاني ليكواسيون تاع الدروات كان ينجم يطلب مني باش نطلع ليكواسيون تاع الدروات تو سامبلومون قال لي اون ادوبتون سيت اجوستومون كيل اي لو مونتون بروت اون دينار دو سميك بور اون اور دو ترافاي اون 2021. اون 2021 اش معناها اون 2021؟ اسكو نبدلو ليكس ب 2021؟ لا لا مالا شنو نعمل؟ بالرون بالرون نحسب الرون اون 2021 لازم نطلع ليكس قداش خاطر ليكس هي الرون 2019 الرون قداش تطلع؟ 11 ولا 10 2020 2021 تطلع 11. عطيت ليكس طلعت ليكس شنو نحب نطلع هو؟ نحب يطلع كيلي لو مونتون بروت. المونتون بروت شنو سماه؟ المونتون بروت شنو سماه؟ ايكغيك معناه هو على شكون يلوج توا؟ على ايكغيك قداش تطلع ايكغيك هاي؟ 0.064 في 11 مع قداش؟ مع 1.342 تو نطلعوا بالضبط المونتون بروت هذاك اللي حسنا به. واضحه الفكره الاولاد ولا ايه؟ دونك مانيش باش نكملوا الاكزرسيس هذا شنو حاجتنا حاجتي بيه تو سامبلومون الميثود ماير كيفاش تخدم هكا. صباح الاولاد ولا ايه؟
ماشي غير بيان. دونك بالنسبه لل بالنسبه لل ان شاء الله البريود ريفيزيون تو نحاول ان ننظم لكم بطبيعه الحال ان شاء الله، نعمل لكم بلان خاص في البريود ريفيزيون ونشوفوا فيها بطبيعه الحال كل شابيتر نحكوا عليه بالتفاصيل نتاعو الكل. يعني كم شفتوا انتم بالنسبه لكم انتم شفتوا ستاتيستيك بورتون شابيتر سهل، ولكنه الاولاد شابيتر سهل سي فري ولكن تفاصيله برشا، وراه ينجم التلميذ ما ياخذش السانك اللي هو يستنى فيها من ستاتيستيك بورتون اكزرسيس يبدا سهل، ولكن التفاصيل نتاع الشابيتر تبدا برشا لاروندي الاكسيل البار ديفو لي فالور، فهمتوا؟ يلزمكم انتم تقروا الاكزرسيس بالباهي وتفهموا بالضبط شنو هو طالب منكم بالباهي، فهمنا ولا لا؟ يا تيل دي كيستيون؟ اي ما يسالش اي تروازيامون بيتيت اش بيها ارجع لها ديتيرميني اون ايكواسيون دو لا دروات دي بريم هذايا اي بار ميثود دو موندر موندر كاري اش معناها؟ موندر كاري تو مش نعاود نصب التابلو الاكس واليكريك ونعاود نطلع الا والبي بالكالكولاتريس ونكتب ليكواسيون بتاع دروات جديده نصبوا الكل معناها صب التابلو كامل مش تابلوش مش صب فيه الاكس وشنو بطبيعه الحال الاكس واليكريك را واليكريك اللي هي المونتون صحيتي صبي وتطلع ال ا نتاعك وتطلع البي نتاعك وتكتب ليكواسيون بتاع دروات اللي هي دي بريم بطبيعه صافا. من بعد اش مش يعمل هو؟ من بعد عنده اجيستمون لولاني، عنده رولاسيون لولانيه وعنده رولاسيون اخرى مش يشوف انا هي رولاسيون الاقوى. مش يعطيك الفالور اكزاكت ويقول لك انا هي رولاسيون الاقوى مش تقارني ما بيناتهم، انا هو الاجيستمون الخير. فهمنا؟ مسيو تفضل اي مسيو الحصص نتاع البريد ريفيزيون مش يكونوا كل مره انت تبعت لنا معناها على الايميل باش نقرا ولا تبعت باهي اسمعوني مليح دونك بكري خاطر سالتكم كان حتى انسان لقى اشكال ولا حاجه شوفوا مليح دونك باش نخليكم فوالا دونك النيميرو حتى على الواتساب انا موجود دونك وانتم اللي عنده سؤال بالنسبه لليله دونك وفي اي وقت بطبيعه الحال ينجم يسالني هذاك نمرو ونجموا زاد نكلموا احمد في الـ في الـ ولا ياس ولا واحد من الاولاد في الـ في الـ في الجروب في, الـ في الاكاديمي دونك وقتها نشوفوا حل ان شاء الله فهمنا دونك اي انسان عنده اشكال ولا حاجه دونك يسالني مرحبا به في كل وقت وما فما حتى اشكال واضحه نعم بس يقول تو استاذ دخل مفتوارة بطبيعة الحال والبروبا زاد معاه بطبيعة صباح الولاد ولا مسيو نعم مسيو مش نقصد عندي كيستيون يعني نقصد الريبارتيسيون تاع اي مثال شيء في بالي في بالي بطبيعه الحال نحكي على الليله سبيسيالمون اللي عنده سؤال قبل دوفوار والا في البريود نتاع الريفيزيون بطبيعه الحال عنده اي سؤال ولا حاجه زاد كيف كيف تو في البريود ريفيزيون تو ننظموا وقتنا بالبي بالبي ونشوفوا شنو باش نعملوا معناها جو فيكسي دونك دي سيونس بطبيعه الحال وباش ننظموا وقتنا وكل شابيتر باش نعطوه حقه وباش الناس الكل تمشي بريكلا ان شاء الله فهمنا ولا لا خاطر عندنا كومبلكس زاد الناس الكل فما ناس فما ناس ناس كومبلكس كومبليتمون وفما ناس عندها مشكله في البروبا وفما شكون عنده مشكله في الاسباس وفما كل واحد عنده مشكله في بارتي معينه وفما شكون عنده مشكله في الاناليز زاد كيف كيف فهمنا ان شاء الله ان شاء الله بطبيعه الحال ان شاء الله اش باش نعملوا نحن نحاولوا معناها باش نعملوا الدوبل نتاع السيونس مثلا فما سيونس نعملوا مثلا نجموا في النهار مثلا نعملوا ساعات نستحقوا انه باش نعملوا مثلا بروبا واناليز مع بعضهم مثلا ساعات نعملوا بروبا واناليز ساعات نعملوا بالنسبه للستات جو كروا السيونس هذه تكفي للناس الكل بصراحه ما نصورش فما مشكل في الستاتيستيك اي اخرى مش كلها ستات شويه وكهو الستاتيستيك انتم توا شنو تعملوا انتم تخدموا ستاتستيك بالبي ولا اشكال دونك بطبيعه الحال يلزم يسالني بطبيعه خاطر راهو ديما مش كيما تخدم شابيتر واحد كيما نخدموا نحن مع بعض فهمنا واضحه شو بالليل الاوقات حاول مازال تحطهم لنا الصباح بكري ولا حاجه باش النهار يقعد لنا مو خاطر نحن توا بطبيعه الحال مربوطين بالاكزامانات الكل دونك في البيريود ريفيزيون في البيريود ريفيزيون في الفانجور دونك يختلف الامر بطبيعه الحال خاطر نحن بطبيعه كملنا هنا ان شاء الله دونك بالنسبه لكم نعم تفضلي مسيب لي عندي كيستيون في الستاتستيك ميسيلز كيف يعطينا نياج دو بوان وهو ديجا مصور الدوات دي ريغريسيون اي كيف شو مطلب شو مطلب شو مطلب كيل اجستمون لو بلو ادابتابل كيفاش فوالا ما انت مثلا يعطيك الفالور اكزاكت مثلا هاي لو مونتون بروت دو سميك اون 2021 اي ان فيت معناها عطاك لا فالور هكا ولا اكزاكت عطاك الفالور الصحيحه فوالا 83.12
قال لك بور اون سومان دو كذا كذا باهي. من بعد شو تعملي انت؟ انت مش تحسبي الفالور بالاجستمون الاولاني، وباش باش تحسبي الفالور بالاجستمون الثاني. انا هي الاقرب ل 83.12 باش تعرفي انا هو الاجستمون الخير. مش بلا عاود ما فهمتش. نعاود اي نعاود. نحن مش نحاسبين قبل بدومي في 2021 بالبرولاسيون تاع الدروات دي. انت قدش عندك من دروات تو؟ دو دو دروات دي. والدروات الاخرى شو اسمها الدروات الاخرى؟ دي بريم. دي بريم. دونك انت بالدي مش تحسبي لي كري قداش تطلع، وباش تحسبي بالدي بريم لي كري قداش تطلع، خاطر دو دروات هما. ومن بعد انا هي الفالور معناتها في 2021 معناتها مش تبدلي ليكس بالاونز وتحسبي بالدروات الاولى قداش تطلع لي كري، وبالدروات الثانيه قداش تطلع لي كري. انا هي الفالور الاقرب ل 83.12. سي بون سي بون. تري بيان صحيتي فهمنا؟ بارفي. واضح؟ تفضل اي. نمشي على الكالكول كازيو وتطلع لي في اللي كنا عم نمر ستاتيك لي فالور، طلع لي نصف الفالور. مثال اكس بار هي 5 طلع لي 2.5، يكريك بار مثال 4 طلع لي 2. هذه تم نعرف شنو مشكل بالضبط. هذه شنو كالكولاتريس شنو اسمها؟ كازيو. كازيو ويفهم مشكل مش سي با. دونك شنو مشكل بالضبط؟ ما نعرفش شنو شنو الكازيو هي النوحه بالضبط اللي عندك بطبيعه الحال، وما نعرفش زيد وما نعرفش شنو نجم يكون مشكل اصلا في الكالكولاتريس في حد ذاتها. ما سي با فهمنا. دونك خاطر بطبيعه الحال ما دام تقسم الفالور على اثنين شنو معناها سبيسيالمون تقسم على اثنين ولا كيفاش؟ شنو شنو صاير؟ ترى عاود لي ارجع لي بلي مثال حمزه ترى قلت لك ان نحط لها مثال مثال نحسب مثال عادي مثال 4 فوق 4 طلع لي سياسي هي تمشي بالريجلر. نحط مودستات هاي مثال نصب تابلو نصب تابلو مثال حسبت اكس بار هي نورمالمون ستاند نورمالمون ستاند هي الكالكيول بتاعي طلع لي 2.5 2.5. اي معناها هذه في اي في اي بارامتر معناها ديما طلع لك شطر البارامتر. أي أي بارامتر أي بارامتر إكس بار إكس بار وكذا. أي أي بارامتر حمزة ذي شوفها ذالي ذالي مسكونة حمزة ذي شوفها ترى خاطر امبوسيبل تعمل تعمل هكايا معناها فما حاجة في فما توش. عملت ريسيت من تالي ولا كيفاش؟ عملت شو اسمها التو فما فما في وسط ورا الكالكولاتريس فما واحدة صغيرة بستيلو نعملوها كيما مكتوب عليها ريسيت. ليه الكازيو ما فيهاش مسيو هذيك ما فيهاش الكازيو ما فيهاش فهمت. تعمل شيفت تعمل فيها شيفت وتعمل تسعة ترى جربها شيفت نوت ترى هنشوفوها خلينا نرجعوا لها بلي لحظة برك هنرجعوا للكازيو مثال شيء جربتها وتعمل الميموار نتاعها تفسخ الميموار ولا بده فما مشكلة في الميموار في حاجة في الميموار ولا هذاك علاش شيفت قداش نوف شيفت تسعة اي عم شنو نعملوا تعرف شنو باهي اعمل كلير واعمل تروا اول وكهو وبعد اعمل ايجالا ها ريسيت اول بريس اسي كي فالي الاسي اللي هي اون صفا صفا فهمت كيفاش مش يعاود حمزه نعاودوها مثال شاي باش نعملوا شيفت هكا ولا كلير تسعه ريتها تسعه كلير هذيك سي ال ار ريتها كلير يسالك هو سيت اب والا دو ميموري والا اول معناها تريجل الست معناها تعاود تنظف السيت اب ولا الميموري ولا الاول اعمل انت اول فهمني ولا تروا وبعد اعمل ايجال وبعد اخر شوفها تو نزلت عندك نفس الحكي المشكل ولا باز عندك حاجه عندك حاجه معناها مسجله في الميموار نتاعها هذاك علاش فهمت. هاي زاد الكالكولاتريس تاعتي هي زولي زاد مسكونه كيف كيف تقص وحدها ها شي يا اخي الاسي مش هيك اللحظه نتاع الاوف صباح رجع التمريق لا صح يا تريبيان على خاطر عندك حاجه في الميموار مسجله دونك ما عرفتش شنو فما نعرفش شنو بالضبط معناها يمكن شي سجلت انك ديما تعطيك الفالور تعطيك الشطر نتاع الفالور ما تعطيكش الفالور كامله فهمت يمكن بالغالب اي فما حاجه بطبيعه الحال وكيف كيف ابتيال بلا ابتيال عملي نفس نفس الفازه اللي عملها تو تو وشوفي لنا تراها شنو المشكل بالضبط تاليزي داكور بتيال انت نجيبك ان شاء الله تفهم
باهي دونك ما نطولش عليكم على خاطر تقعدوا عندكم دوفوار بطبيعة الحال، نكتفوا بهذا القدر. كان فما سؤال سينون اون فاكيتي. دونك نكتفوا بهذا القدر بالنسبة لليلة. فوالا دونك سي سيفيزون بور اجوردي. فوالا فيف لا ليبرتي وليتكم زينا الناس الكل. على خير. على خير على خير، باي باي. على خير.